السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات. في البداية شكرا لكل من حضر هذه الحلقة الحوارية، وأتمنى استفادة الجهات ذات العلاقة وعلى الأخص الجهات الرسمية من هذه الفعالية قدر الإمكان. ربما في البداية بتشوفون عدد المتحدثين كثير، وهذا أكبر من اللي عادة نحن ناخذ بعين الاعتبار أو يعني نستضيفهم لشغلتين. الشغلة الأولية أن الموضوع مهم جدا، الشغلة الثانية أن الموضوع متشعب يعني متنوع، فيه عدة مجالات للحديث، ولذلك اخترنا تخصصات مختلفة. كل واحد من الإخوان المتحدثين رايح يتكلم عن موضوع بشيء من التفاصيل. احنا كنا مقررين ان نعطي 12 دقيقة، معدل 12 دقيقة، يمكن واحد من الإخوان ياخذ 15 دقيقة 16 دقيقة، واحد ياخذ 10 دقائق حسب المتاح، ولكن نأمل ان يكون الحد الأقصى هو 15 دقيقة، والمداخلات ان شاء الله بتكون في حدود 3 دقائق. احنا عندنا مجموعة من الملاحظات على التقرير او مساعدة للتقرير، أودنا نقولها في بداية هذه الحلقة كجمعية. الملاحظة الأولى، يعتبر هذا التقرير من أهم التقارير التي تصدر في البحرين وبصفة قانونية، ويغطي هذا التقرير العديد من البنود المتعلقة بالمال العام والحفاظ عليه، ونعتقد أن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الديوان سيجنب البحرين اتخاذ خطوات إضافية غير مرغوبة شعبيا، وخاصة فيما يتعلق بزيادة الأعباء المالية على المواطنين. الملاحظة الثانية، تستلم الجمعية، وهذا نود التأكيد عليها، تستلم الجمعية نسخة من هذا التقرير سنويا، نسخة أصلية وهي موجودة الآن على الطاولة، ونشكر سعادة رئيس الديوان على تعاونه مع الجمعية بشكل كبير، وإحنا عقدنا مجموعة من اللقاءات مع الأخ سعادة رئيس الديوان، تبادلنا فيه مجموعة من الملاحظات باعتبار أن الاهتمام مشترك ما بيننا وما بين ديوان الرقابة المالية والإدارية. النقطة الثالثة، لازلنا نعتقد أن لمجلس النواب دور كبير في تفعيل الاستفادة من هذا التقرير حسب ما تنص عليه الأدوات الدستورية المتاحة للمجلس، ومن أهم هذه الأدوات هي الأسئلة والاستجوابات التي تقدم للوزارات والوزراء المعنيين، وفي ندوة أقامها الإخوان في التقدمي في القومي عفوا، تطرقت أنا في عجالة إلى دور مجلس الأمة الكويتي في كيفية الاستفادة من تقرير المحاسبة آنذاك، واللي من خلاله تم خلنا نقول استجواب بعض الوزراء. لازلنا نرى أن وجود استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد يتم إعدادها بواسطة هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وبمشاركة جميع الجهات بما فيها المجتمع المدني، شأن مهم جدا للحد من ظاهرة الفساد، من مظاهر الفساد، وتحسين موقع البحرين على مؤشر مدركات الفساد التي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وكذلك تحسين الموقع التنافسي للبحرين على المستوى الإقليمي وزيادة المقدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وبالمناسبة في الشهر القادم رايح يصدر تقرير اللي تصدر الشفافية الدولية والمتعلق بمؤشر مدركات الفساد، ورايح إن شاء الله نعمل مثل هذه الحلقة. نأمل أيضا أنكم تشاركونا وتحضرون الندوة القادمة. النقطة الخامسة من المهم، ونتمنى من مجلس النواب أخذ هذا الموضوع بشكل جدي، وهو عدم المساس بصندوق الأجيال القادمة كما تخطط الحكومة حاليا، باعتبار أن هذه الأموال أموال الأجيال التي لن تنعم بمداخيل النفطية كما هو جلنا حاليا. على الحكومة أن تتأقلم، من وجهة نظرنا أن تتأقلم بمداخيل النفط الحالية وتخفيض المصاريف والأعباء الإدارية عالية التكلفة التي لها يكون مردود اقتصاديا على البلد، ولو الحد منها خلال السنوات الإجاف القادمة. تعرفون في حديث عن تحويل احتياطي الأجيال القادمة لصندوق ابتداع جديد أو اختراع جديد اسمه صندوق التوازن أو حساب التوازن، من خلاله
سيتم يعني تحويل هذه الأموال إلى تخفيف العجز الموجود في الميزانية. أنا أشكر لكم حسن استماعكم، وسنبدأ بسعادة النائب أحمد قراطة لتقديم ورقته، بس أعطوني ثواني أفتح ورقته حتى يتفضل النائب يشتغل عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا اليوم شرفني أن أكون هنا متواجد وياكم، ونشكر جمعية الشفافية على دعوتهم لنا وأن نكون أحد محاضرين في هذه الندوة القيمة اللي تقام تقريبا كل سنة، أو كل ما استجد شيء أو حدث جديد أن نكون احنا متواجدين وياهم. طبعا تكلم عن المخالفات اللي وردت في ديوان الرقابة المالية والإدارية في 2016-2017. طبعا مثل ما تعرفون الاقتصاديات كلها خاصة دول الخليج العربي نزلت اقتصاديتها أزم من 60%. طبعا السلعة الوحيدة اللي كانوا يعتمدون عليها هي النفط، وهذه ما انعكس على جميع الميزانيات اللي موجودة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وبشكل خاص على مملكة البحرين، لأن ما في مصادر بديلة تغطي العجوزات في الميزانية، وهذه اللي رمى بضلالة على الدين العام، ومن ما خلاه يروح على مستويات مرتفعة على مستويات مرتفعة جدا، وما قدروا يحافظون عليها لأن لا يوجد هناك قانون لنسبة الناتج المحلي الإجمالي إنه ما يتعدى على الأقل 60%، لكن نحن بنشوفون إن أنتوا إن وصل ل 86% من الناتج المحلي الإجمالي من نسبة الاقتراض. ليش الخط صار كذي؟ طبعا من ضمن الملاحظات اللي تشوفونها صارت على مشروع الدراسات الاستراتيجية وتحديد العقود، احنا بنركز على ما جاء في الحساب الختامي اللي هو العجز في الميزانية العامة للدولة والدين العام وفوائد الدين العام اللي وصلت إلى مستويات يعني مخيفة جدا. طبعا قبل احنا لا نتكلم عن الدين العام ليش وصل لهذه المستويات، يجب ان يعرف ما هي الاسباب التي وصلت الدين العام لهذا الحد. طبعا مثل ما تعرفون ان سعر النفط يحدد دائما في الميزانية ما يؤخذ بدراسة جدوى صحيحة. كان سعر النفط عندما حدده ب 55 دولار كان سعر في السوق أقل من 40 دولار، وهذه ما يرمي بضلالة على الدين أكثر يصير على الميزانية العامة والعب على الدولة. هني مثل ما تشوفون الجدول عندنا العجز بالنسبة حق الإيرادات والمصروفات، ما أدري عندكم واضح تشوفونه. طبعا احنا اخذنا ثلاث ميزانيات، ميزانيه 2013 2014 2015 و16 و17 18. اخذنا هاي الثلاث ميزانيات، انتم لو تلاحظون بس في 2014 تقريبا في نوع من التقارب ما بين المصروفات والايرادات، وامنا كل المصروفات اكثر تعطيكم من الايرادات، من هذا يسبب
العجوزات اللي موجودة في الميزانية. طبعا في 2016 كان العجز 1.6 مليار، وفي 2017 1.3 مليار، وفي 2018 بقدر ب1.3 مليار دولار. في أدوات كنا المفروض أن احنا يعني ناخذ بعين الاعتبار، هذه تشكل ما يقارب من 1.4 مليار. هذه الأدوات لو خدناها في الميزانية العامة للدولة، منها العقد اللي صار ما بين بابكو في 2005 اللي هو قيمه سعر الدولار عشان الدولة تسجله في دفاترها، يكون سعر الدولار، يكون سعر البرميل اللي تبيع الحكومة على بابكو بدولار واحد وما يكلف الدولة. في 2015 تكلف 357، وفي 2016 457. الهامش الربحي كان 8 دولار حاطينه لكل برميل، ما يكلف من ميزانية الدولة 285 مليون، وهذه تقريبا في 2016 نفس الشيء 285 مليون. إلقاء فصل حسابات مثل ما قلنا وزارة المالية عن شركة بابكو، كذلك كانوا حاطين 150 مليون قدرنا ان احنا نشيلها في ميزانية 2016. إلقاء الدعم مال طيران الخليج اللي هو كان يشكل في 2015-2016 75 مليون. إلقاء 3% كذلك من مجموع المصاريف المحملة لحساب الاحتياطي اللي كانت تشكل 91 مليون في 2015-2016. طبعا احنا ما اخذنا 17-18 لان ما عندنا الفعلي، هذه قصد الفعل عندنا الحين، هذه كلها هذه اللي قاعد تشوفونها 2015-2016، هاي الارقام الفعلية مو بالاعتماد. عندكم المشاريع الرأسمالية المصنفة 42 مليون، إعادة تدوير الأقساط المستحقة لمواطن المشاريع الإسكانية 50 مليون، وتالي 60 مليون، مشتقات النفط 102 مليون. هاي كل أرقام كانت تنحط في الميزانية بس مجرد أن تضخيم في المصروفات علشان يبين أن هناك يوجد عجز وهمي في الميزانية العامة للدولة. كذلك المصروفات المتكررة 50 مليون، تقرير المشاريع الحكومية 50 مليون ما ينصرف منها، ما تتدور في الميزانية اللي بعدها. واستخراج الرمال كان هناك بعد مبالغ، احنا حطنا مبالغ بسيطة، خذنا مبلغ تقريبا 50 مليون، طبعا هو يقدر ملايين الدنانير. في السلايد اللي جاي عقبه بتشوفون شلون ان هذه كلها ما تدش في الميزانيه العامه للدوله. طبعا شركه ممتلكات الشركات القابضه اللي تملك فيها الحكومه اجزاء من 50%، 16 شركه ما تدش في الميزانيه العامه للدوله، واللي اقل من 50% 32 هم ما تدش في الدوله. عندكم شركة نوغا ما تساهم إلا ب 56، 8 شركات يعني بشكل متواضع اللي تساهم في الميزانية العامة للدولة. ولايات الحكومية والجهات 17 جهة، كلها مجموعة 73 جهة ما تدش في الميزانية العامة للدولة. لو بتطلعون الميزانية العامة في 2015-2016 يوجد 30 إيراد و 89 مصروف، يعني تضخم كبير في المصروفات. إيرادات شح في الإيرادات لأنه ما دش في الميزانية العامة للدولة. عندكم في 2017 كذلك 37 إيراد ومصروف تقريبا 100 مصروف، هذه اللي يرمي بظلاله على الدين العام إن هذه كلها ما دش في الميزانية العامة للدولة، اللي هي 73 إيراد اللي من الهيئات الحكومية ومن الشركات اللي تملكها الحكومة. لو تشوفون انتوني بعد ينا علشان ان احنا ننشط من بعد نزول النفط، ننشط الايرادات الغير نفطية. لو تشوفون في 2015 شكلت 22%، 2016 شكلت 24%، 2017 ردت الى 23%. هذه يراويك ان هناك ما يوجد تخطيط جيد للسياسات النقدية والمالية والاقتصادية والاستثمارية في مملكة البحرين. لهذا السبب الطالع ان الارقام هذه ما قاعدة تتطور، واحنا سعر النفط نزل اي ما اثر على ازيد من 60% من ايرادات الدولة. هذه يراويك الفوائد اللي على الدين العام.
طبعا خدناه من 2013، هاي كلها ثلاث ميزانيات 13 و14 15 16 17 18. تشوفون الفوائد اللي على الدين العام وتشوفون الإيرادات الغير نفطية، يعني لو ينا بنغطي الفوائد الخدمة اللي على الدين العام من الإيرادات الغير نفطية تلاحظون أن الفوائد اللي على الدين العام أكثر بكثير من الإيرادات الغير نفطية. هذه كمثل نراويكم نوع من السياسات اللي يجب أن تأخذ الحكومة في وضع حد للارتفاع الدين العام لمستويات غير مقبولة دوليا. هني طبعا تشوفون اللي بالأحمر الاستدانة، العجز الفعلي، الاستدانة نستدين احنا تقريبا في 2000، خلنا ناخذ على حسب المثال 2014 3 مليار، يعني ما يقارب من 4 مليار. العجز الحقيقي كان 455 مليون فقط، واستدنا في 2015 6 مليار و 138، وكان العجز الحقيقي مليار و 157، و2016 كذلك استدنا 6 مليار، العجز كان مليار و600. طبعا لو تشوفون نسبة الدين العام في العمود الأخير من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 80% وصل في 2017 و86% في 2018، هذه طلعنا عن الحد المقبول دوليا. المقبول دوليا يعني ما بين 50-55، ما يزيد على هذا الحد، لكن احنا في نهاية 2018 راح يوصل الدين العام إلى 13 مليار، السقف اللي تم فتحه، مع أن هناك كان يوجد قانون للدين العام أنه ما يتجاوز الدين العام أزل من 60%. طبعا التصنيف الائتماني لمملكة البحرين في 2016-2017 وصل إلى دبل بي وتالي إلى بي بلس. هذه يعطيك مؤشر أن ما يوجد مقدرة مقبولة لدى دفع الفوائد الأصلية على الدين العام. وكذلك في بي بلس يعطيك تقييم السندات والاستثمارات المقبولة ذات يعني المقدرة الضعيفة في على المدى الطويل، يعني ما تقدر البلد بعد 2017-2018 تأدي الخدمة اللي على الدين العام. مثل ما رويناكم أعطيناكم مثل بسيط كلش، أنه هو لما يكون الإيرادات الغير نفطية ما قاعد تغطي على شو بيغطي داخل في البنود الأخرى. طبعا احنا في النهاية دائما نسأل هذه الأسئلة للحكومة، أن نقول هل تتم الاستدانة فقط لتمويل عجز في الميزانية العامة للدولة يعني، أو تأخذ لأغراض أخرى؟ إلى متى تأخذ هذه القروض دون الاستفادة منها؟ لماذا الاقتراض أكثر بكثير من الاحتياج الفعلي؟ شفتوا أنتوا العجز اللي في الميزانية شقد، والاقتراض يعني ما في نسبة وتناسب ما بين الاقتراض وما بين العجز الفعلي اللي في الميزانية. يعني لماذا الاستدانة أدت إلى تضخم حجم الدين العام وإيصال إلى تلك المستويات الغير عادية والغير مسؤولة؟ ما هي السياسة المتبعة لدى الحكومة لتخفيض الدين العام؟ يعني نشوف ان احنا ما في سياسات ولا في اي قانون للحد من الدين العام، وصل مثل ما شفته 86%، ما يوجد له اي قانون. القانون كان اللي موجود في مجلس النواب مقدمين اللي هو ما يتعدى 60%، وهذه بعد ما قدروا يمشون، يقول لك ان احنا ما نقدر اذا ما استدانينا اكثر من 60% ما نقدر راح نمشي الميزانيه، ما راح تدفع رواتب. يعني دائما يحطون لك بعبع شيء انهم يخوفونك فيه، اذا انت ما بتمشي الدين العام او ما بتدفع ما بتفتح السقف راح يكون هناك حتى ما نقدر نوفي الرواتب حق القطاع العام. طبعا انا شاكر لكم حسن استماعكم، هذه يعني بشكل مبسط انا قدرت على الوقت المحدد لي ان اعطيكم صوره موجزه بالنسبه حق الدين العام وعلى المستويات اللي وصل لها الدين العام. طبعا الاقتراض الخارجي كان يشكل 40%، الحين الاقتراض الخارجي قاعد يشكل 60% والاقتراض الداخلي 40%. هذه بعد من الامور اللي تزعج يعني الامور بالنسبه حق
المستوى اللي يوصل عليه الدين العام. نتمنى أن يكون هناك في نوع من الإجراءات تتخذ وتعديل السياسات كلها بما فيها السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة الاقتصادية والسياسة الاستثمارية، كل هذه لازم تعمل في تناغم واحد علشان يكون هناك نوع من التجانس بينها، ويكون هناك نوع من المؤشرات تقدر تأخذها في حالة وجود أي عجز أو وجود أي خلل في من هذه السياسات. أنا أشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على راح في مايك هنا اذا رضيت توصل له. على راح أوكي. مساء الخير جميعا، الشكر والتقدير للعزاء في جمعية الشفافية لهذه الدعوة الكريمة. وفي الحقيقة لأن تكررت مثل هذه اللقاءات على مدى عدة سنوات، وصار الإنسان يشعر أنه كل سنة يجي يكرر نفس الملاحظات بدون معالجة. لذلك يمكن في مداخلتي هذه راح نوسع الحوار شوي لمحاولة فهم ما يجري من استمرار ظواهر هدر المال والفساد في البلد. أنا أعتقد أنه موضوع مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية أو ديوان الرقابة المالية، لو رجعنا للأدبيات في الدول نشوفه يقع تحت منظومة حماية المال العام، وبالتالي لابد أن تكون هناك في جملة من التدابير المؤسساتية والتشريعية والحكومية لحماية المال العام ككل، ومن ضمنها تصميم دور ديوان الرقابة المالية في حماية المال العام. ما المقصود بالمال العام؟ قانون حماية الأموال العامة الكويتي سنة رقم 1 لسنة 93 يعرف الأموال العامة بما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات التالية، طبعا يدرج الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة، الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبنية بالبندين السابقين لا تقل عن 25%، وغيرها من الهيئات التي تشارك فيها الحكومة سواء في الداخل والخارج. وبعيدا عن الخلفيات القانونية، من خلال هذا التعريف تتضح أهمية وخطورة الأموال العامة، لأنه لا يقتصر فقط على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإنما مقصود فيه حتى الثروات المائية والبحرية والبرية والجوية وأي ثروات تتبع البلد داخل هذا التعريف. ولذلك يعني نجد أنه دائما تتضمن دساتير، هناك في مادة عندنا في دستور البحرين مادة رقم 9 فقرة باء للأموال العامة حرمة وحماية واجب على كل مواطن. كذلك تضمن ميثاق العمل الوطني في الفصل السادس هذا المعنى، وعبر حقب طويلة من الزمن
تجارب غنية كثيرة طولت منظومة حماية الأموال العامة، وفي الحقيقة صارت عندنا منظومة سياسية تشريعية اقتصادية مالية اجتماعية متكاملة. لا يمثل ديوان الرقابة المالية إلا حلقة بسيطة من حلقاتها. وبالتالي عندما نتكلم عن سد بؤر الفساد وهدر المال العام، لابد أن نتكلم عن تطوير منظومة متكاملة لحماية المال العام. والمنظومة حماية المال العام حقيقة لا تختلف عن عناصرها عن ما صلح على تعريفه ساعات يسمونه الحكم الرشيد، ساعات يسمونه منظومة النزاهة الوطنية، ولكن يعني تجمع هذه المنظومات على تضمين عناصر أساسية لابد أن تأخذ بالاعتبار في تطوير بيئة تكافح الفساد وهدر الأموال العامة. في البداية أول عنصر وأهم عنصر من منظومة حماية المال العام هو وجود إرادة سياسية حقيقية لحماية المال العام واحترام بالفعل أموال العام. يعني احنا اليوم إذا ناخذ أمثلة من اللي قاعد يصير اليوم، موضوع العجز، ما هو تعريف العجز اللي صار عندنا اللي تكلم عنه سيارة النائب؟ كيف تراكم وليش أخذنا فلوس أكثر مما نحتاج؟ ما هي يعني هل هن يعني لو في عقلية تحترم المال العام هل كنا نقترض بما أكثر ما نحتاج؟ إذن يعني تأصيل هذا المفهوم، واليوم حتى تدخل جلالة الملك في موضوع أنه لا تفرض رسوم إلا من خلال التوافق، يعني احنا نستغرب حقيقة، لأن هذا المفروض ما يتطلب تدخل الملك. يعني هذا المفروض ألف باء العمل التشريعي، إن السلطة التشريعية يكون لها كلمة في حماية المال العام. وأنا مع احترامي مع الأستاذ أحمد، بس حقيقة سمعنا شكاوي من خلال كلمته أكثر ما سمعنا شنو سوى مجلس النواب كسلطة تشريعية في حماية المال العام. علاوة على الإرادة السياسية، يعني حتى موضوع حساب الأجيال، يعني هذا تعدي على الأجيال، هذا تعدي على المال العام. إذن يعني مطلوب حقيقة تأصيل حماية المال العام على مستوى السياسي قبل أي خطوة ثانية. النقطة الثانية اللي هي حوكمة الإدارة الحكومية، وعندنا طبعا ما شاء الله خبراء اليوم في الحوكمة. ما هي حوكمة الإدارة الحكومية؟ يعني تتضمن عناصر أساسية يجب أن يتم التعامل مع أموال تخص الجمهور وليس أموال عائدة للحكومة أو ناس معينين في الحكومة. يعني نشوف اليوم برنامج الحكومة حقيقة ما يتم التعامل مع الأموال الدولة كأنها أموال الجمهور، وإنما هناك في ثغرات وهدر كثير في هذا الموضوع. بالمناسبة أنا سمعت أنه النواب شاكلين لجنة لتقييم ما ورد في برنامج الحكومة من مؤشرات إسكانية واجتماعية ومدارس، ولكن ماذا عن الوعود النوعية اللي وضعت؟ موضوع البطالة، موضوع حقوق الإنسان، موضوع كثير من القضايا وردت في البرنامج المفروض يتم تقييمها. أيضا من عناصر إدارة الحوكمة الحكومية هي التعامل مع الأموال بقياس المخاطرة في الإنفاق الحكومي. يعني يجب أن أي مشروع يتم التعرض له يجب أن يتم قياس مدى منفعته ومخاطرته للمجتمع. أيضا من عناصر الحوكمة الحكومية موضوع التوظيف في المراكز العليا وشنو المعايير اللي يتم اتخاذها في هذا التوظيف. أيضا من المعايير الامتثال بالقوانين والتشريعات في كافة القرارات التي تتخذها الأجهزة الحكومية، وكذلك إزالة أي تناقض في المصالح ووجود الضمانات الإدارية لتحقيق هذا الهدف. أيضا وضع معايير واضحة لقياس الأداء والرصد والمتابعة، الشفافية في كافة القرارات الحكومية. يعني اليوم إحنا لما نجي لقرار رفع البنزين هل كانت في شفافية؟ يعني الظهر يتخذ القرار ونفذ في نفس الوقت. مشاركة الرأي العام في اتخاذ القرارات، تأسيس دوائر قوية للمراجعة الداخلية
وفي النهاية موضوع المشتريات الحكومية، هذه كلها عناصر يجب أن تدخل ضمن منظومة حماية المال العام. ثالثا سلطة تشريعية كامل الصلاحيات، يعني بما فيه يجب أن ينعكس طبعا على موضوع صلاحيات ديوان الرقابة المالية، وما أريد ندخل كثير في سلطة تشريعية كامل الصلاحيات لأن هذا تكلمنا فيها، بعدين ما أريد نحول الموضوع إلى ندوة سياسية يعني. رابعا التشريعات، عندنا ثغرات في كثير من التشريعات، قانون لمكافحة الفساد في البحرين، قانون ديوان الرقابة المالية نفسه يجب أن يراجع يعني، وتكون احنا كررناها أكثر من مرة، يجب أن تكون تبعية الديوان لمجلس النواب، لأن تبعيته لمجلس النواب تعطي صلاحية للنواب أنه يطلب من الديوان يحقق في أشياء كثيرة، وليس فقط يكتفي بتقرير سنوي. بعدين حتى محتوى التقرير، وهذا تكلمنا في ندوة في القومي قبل فترة، محتوى التقرير اللي يقدمه الديوان تنقص كثير من الشفافية، مطلوب تطوير هذا المحتوى نفسه. وأيضا ممكن يطلب من الديوان يعني يقدم تحقيق في قضايا كثيرة اقتصادية تصير في البلد. قانون الدمة المالية لازلنا احنا ننتظر تعميم تطبيقه، قانون حق الوصول للمعلومات، قانون حماية كاشفي الفساد، وعدنا أخيرا قانون حماية المال العام اللي تكلمنا عنه في البداية موجود في الكويت. أهمية هذا القانون حقيقة في تجريم قضايا هدر الأموال اللي قاعدة تصير في الحكومة، يعني اليوم احنا سمعنا لما اجتمعت لجنة رئاسة ولي العهد صنفوا القضايا اللي وردت في التقرير إلى 322، قالوا 8 ملاحظات تشوبها شبه جنائية، و20 ملاحظة تتطلب تشكيل لجان تحقيق داخلية، و294 ملاحظات إجرائية. بس مو هذا التعريف الدقيق اللي المفروض يصير لمثل هذه الأحداث. تقول لي هل هذه قضايا اختلاس أو قضايا تربح أو قضايا استغلال نفوذ أو قضايا يعني استغلال صلاحيات؟ لأن هذه كلها يجب أن يتم تجريمها في قانون حماية المال العام، وتتخذ إجراءات عقوبية ضد من يرتكب هذه الإجراءات. واليوم يدور جدل طبعا، محامين موجودين، ما هو تعريف الإهمال؟ هل إهمال هذا الحق ضرر كبير؟ هل هذا بالفعل مقصود غير مقصود؟ ما هي عقوبته؟ هذه كلها يجب أن تسرد في قانون حماية المال العام. أيضا بعض الدول شفنا هناك في وثيقة النزاهة الوطنية، يطلع ميثاق للنزاهة الوطنية ويطلع في مؤسسات للنزاهة الوطنية. خامسا البنية المؤسساتية، شنو استراتيجية مكافحة الفساد اللي عندنا؟ هل موجود عندنا هيئة لمكافحة الفساد؟ هل توجد عندنا محاكم متخصصة للمال العام؟ هل عندنا في مؤسسات رقابية قوية تشرف على أداء الحكومة؟ أخيرا النقطة اللي أريد أتكلم عنها اللي هي دور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام. أيضا هذا من ضمن منظومة حماية المال العام، يجب أن تشجع الدولة، مو فقط تسمح بتأسيسها، وإن يجب أن تشجع مؤسسات المجتمع المدني. جمعية الشفافية في الكويت، في عندنا الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بالإضافة إلى الجمعية الشفافية، في بعض الدول شهدت جمعيات للنزاهة الوطنية، جمعيات يعني مؤسسات المجتمع المدني يجب أن تشجع وأن تأخذ دورها، بل وتقدم لها دعم مالي وفني وإعلامي لدعم مشاركتها في فضح قضايا الفساد وفي حماية المال العام، بالإضافة إلى يعني تمكينها من أداء دورها وتشجيعها على هذا الدور. هذه أنا حبيت أستعرضها بشكل سريع، عناصر حماية المال العام، وشكرا جزيلا. Mm-hmm.
أوكي. حياك. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء يسرني أن أتقدم بالشكر لجامعة الشفافية لإقامة مثل هذه الندوات القيمة. أنا يعني سبق وأن نوقش هذا التقرير مرار، فأنا ما أبي أناقش مناقشة تقليدية، فاسمحوني بناقش من ناحية وضع سؤال: هل التجاوزات والمخالفات التي ذكرها التقرير ترتقي إلى فساد إداري ومالي؟ هناك حاجة فعلا لمزيد من التأصيل والبحث في الكثير من المخالفات التي ذكرها التقرير، وأعتقد لم يفسرها التقرير بشكل واضح. هذا التقرير اللي أعتقد رقم 14 عمل يشكر عليه وعمل جيد، ولكن مثل ما قلنا يعني قيم ذات معلومات هائلة، ولكن المشكلة تكمن في أن هذا التقرير أو هذه التقارير 14 لم تترجم إلى دراسات، ولم يتم الاستفادة منها يعني غير عرضه في الصحافة ومناقشته في بعض الفعاليات مثل هذه الفعالية. أعتقد هناك نحتاج إلى مناقشة جيدة ومناقشة يعني لتوضيح معنى هذه المخالفات والتجاوزات التي كثر التقرير من ذكرها. طبعا اسمحوني أنا بعطي مقدمة شوي ولا بد منها، وأتمنى لا تكون طويلة هذه المقدمة لتبيان ما أريد توضيحه في هذه يعني بشكل مستعجل. طبعا هناك خطورة آثار الفساد الاقتصادي، يعني كلنا يعني نعرف تبعات تحتم علينا دائما في البحث في بؤر الفساد والبيئة التي ينمو فيها الفساد والمفسدون. وهذا التقرير جاء بعدد هائل من التجاوزات والمخالفات القانونية، فانتشار هذا الداء واستشراءه في أمة من الأمم يعني تدهور اقتصادياتهم، ليس هذا فحسب بل تقويضها سياسيا وما يتبع ذلك من فوضى ومفاسد لا تحمد عقباها. أريد بشكل مستعجل أريد أعرف الفساد أساس بعدين لما ناقش المخالفات والتجاوزات التي ذكرها التقرير نبي نشوف هي هل تشابه أو تقترب إلى هذا التعريف أو لا. الفساد طبقا لتعريف التنمية في العالم هو استخدام الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب شخصية. زين تعال، هالوظيفة العمومية قد يكون متمثلة في وظيفة في موظف، قد تكون متمثلة في مؤسسة أو في قسم من أو في إدارة أو في قسم في الجهة المعينة، أو سوء استخدام الوظيفة العامة للحصول على كسب خاص، أو سوء استخدام المنصب لغايات شخصية. علماء الاقتصاد يرون أن الفساد باختصار أن الفساد هو البحث عن الريع، عن البرستيج، عن المكانة. أما علماء السياسة فهم يرون أن الفساد هو دال لنقص المؤسسات السياسية الدائمة وضعف وتخلف المجتمع المدني. فظاهرة الفساد الإداري والمالي آفة مجتمعية فتاكة، وهي قديمة وجدت في كل العصور وفي كل المجتمعات الفقيرة والغنية، المتقدمة والصناعية والمتعلمة والأمية. لا توجد دولة
مهما كان حجم اقتصادها أنت تستطيع أن تقول وتدعي بخلو الفساد والمفسدون. وذلك بسبب طبعا يعني ينتشر الفساد خاصة في الدول التي تنعدم فيها أو تنعدم فيها الرقابة المالية، فانتشارها أصبح أكثر في البلدان النامية. فالفساد هو يعني بخلاصة الفساد هو المعوق، ولذلك يعني ينبغي علينا يعني تفسير هذه المخالفات، لأن الفساد هو المعوق الأول للتنمية المستدامة. قد يكون الفساد مثل ما ذكرنا أحيانا حالة عرضية لبعض الأفراد، اقتصاديين، سياسيين، اجتماعيين أو موظفين عموميين أو مؤقتا وليس منتظما، وفي حالات أخرى يكون الفساد موجودا في مؤسسة بعينها أو في قطاعات محددة للنشاط الاقتصادي دون غيرها من القطاعات الأخرى، في وزارة أو في وزارة أخرى ما فيها فساد قد يكون، وكذلك كوجود بعض الموظفين الرسميين الفاسدين في بعض الجهات أو الوزارات والقطاعات المختلفة. أسباب الفساد ضعف قد يكون هناك أسباب عدة، كثير من الأسباب التي ينتشر فيها الفساد، غياب مثل ما قلنا غياب الأجهزة الرقابية، ضعف المنافسة السياسية، نمو اقتصادي منخفض. كثير من في التجارب الدولية أوجدت أن هناك علاقة مباشرة ما بين متانة الاقتصاد أو متانة الاقتصاد والفساد. فكلما ضعف أو انخفض النمو الاقتصادي وأصبح غير منتظم، كلما ضعف الاقتصاد برز الفساد بشكل أوسع. السبب الآخر قد يكون ضعف المجتمع المدني، غياب الآليات والمؤسسات التي تتعامل مع الفساد. وعكس ذلك في الدول التي ينخفض فيها الفساد نراها احترام الحريات مثلا المدنية، المحاسبة الحكومية، نطاق واسع من الفرص الاقتصادية المتاحة للأفراد، منافسة سياسية منتظمة هيكليا واقتصاديا وما شابه ذلك. الآن بروح بشكل سريع بستعرض بعض أنواع الفساد وأشكال الفساد، وأنا بستعرض أمثلة مما جاء به تقرير من المخالفات. أحد الأشكال الفساد الرشوة، حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب التمرير. هذه أعتقد لم يذكرها التقرير، لم يذكرها التقرير بشكل مباشر أن هناك رشوة في الاقتصاد أو في البلد. النوع الثاني من الفساد هو المحاباة والمحسوبية. نقصد بالمحاباة تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق الحصول على مصالح معينة. المحسوبية تنفيذ عمل مخالف للقانون لصالح فرد أو جهة ينتمي إليها الشخص، كعائلة، كفرد، كمنظمة، دون أن يكون مستحقين له. فالمحسوبية السبب الرئيسي في إشغال المناصب العليا بعناصر غير كفوة. لم نجد في التقرير تهم المحاباة والمحسوبية بشكل مباشر، ولكن يمكن تفسير بعض المخالفات والتجاوزات التي ذكرها التقرير بأنها تندرج تحت عنوان المحاباة والمحسوبية. أنا اسمحوني، أنا لم بحاول بقدر الإمكان أن ما أذكر بعض الجهات حتى أخذ حريتي في استعراض وتشخيص بعض المخالفات والتجاوزات، وأعطي نفسي الحرية التامة في ذكر أمثلة من المخالفات التي ذكرها التقرير. مثل ما قلت لم يذكر التقرير أي من هذا النوع، المحاباة والمحسوبية، ولكن قد يفسر بعض المخالفات التالية قد تكون قريبة من هذا النوع من الفساد. مثلا ذكر التقرير أن هناك مقاولون يحصلون على 80 على مقاولون حصلوا على 80,000 دينار من دون وجه حق. ذكر التقرير أمثلة من المخالفات والتجاوزات. ذكر التقرير ديوان الرقابة المالية ولدى أن في هذه الوزارة التي حصل فيها 80,000 دينار من دون حق قامت بدفع مبالغ للمقاولين، أيوة للمقاولين، من دون أن تكون هناك خدمة من دون مقابل. يعني السبب الذي ذكرها التقرير، طبعا هناك مثل ما تعرفون
التقرير متين جدا، فيها مخالفات تجاوزت كثير منه. أنا لم يسعني الوقت أنا أستعرض كل هاي، بس أستعرض بعض نماذج من المخالفات للاستفادة، وأكرر للاستفادة، لتعظيم الاستفادة من هذا التقرير الجيد الذي يشكر عليه من قام بإعداد هذه التقرير. ولولا هذا التقرير لم نكن نعرف هذا الكم من المخالفات والتجاوزات. السبب الذي ذكر التقرير في 80,000 دينار على سبيل المثال هو عدم التزام هذه الوزارة ببعض اشتراطات المناقصات المتعلقة بتكلفة المواد المصنفة تحت بند التكاليف الأولية، بالإضافة إلى قيامها بدفع تكلفة بعض المواد والأعمال التغييرية والتقديرية بمبالغ تزيد على كلفتها الحقيقية. الشكل الآخر من نوع الآخر من الفساد هو السرقات والاختلاسات. طبعا معروفة من النهاية، هو مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا، والاختلاس فهو الاستيلاء بغير حق على مال أو متاع أو سلعة أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك. طبعا في التقرير أيضا لم نجد مثل هذه النوع، وبشكل واضح لم يذكر التقرير أن هناك في سرقات واختلاسات. هناك أيضا ابتزاز، نوع آخر من الفساد وهو الابتزاز، وهناك أيضا حالة أخرى شكل آخر وهو الاحتيال. والشكل الآخر اللي أريد أركز عليه هنا، النوع آخر من الفساد، هو استغلال المنصب العام، يعني مثل الواسطة، وهو مثلا يعني تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلق بالقرابة أو الأصدقاء أو أبناء العشيرة الواحدة والمدينة الواحدة والطائفة الواحدة. بالمناسبة الوساطة شكل من أشكال تبادل المصالح، فصاحب الخدمة اليوم هو طالب الخدمة غدا. في التقرير في كثير من المخالفات والتجاوزات قد يراها البعض أنها قريبة من هذا النوع من الفساد الواسطة. فعلى سبيل المثال جاء التقرير وذكر، وبالمناسبة التقارير 13 الأخيرة أيضا ذكرت نفس هذه المخالفات والتجاوزات وتتكرر في كل سنة. ذكر التقرير أن مدير استلم رواتب بقيمة 138,000 دينار وهو ليس على رأس العمل. وذكر التقرير أن هذا المدير صرفت له رواتب للموظف دون الاستفادة من خدماته أو تواجده على أقل تقرير على رأس العمل. ومثال آخر من المخالفات التي قد ترتقي إلى هذا النوع من الفساد، كشف التقرير حالات كثيرة في بعض الجهات الحكومية مثل الشراء المباشر دون موافقة مجلس المناقصات والمزايدات. في كثير من الوزارات، أغلب الوزارات هناك شراء المباشر دون موافقة مجلس المناقصات والمزايدات. فعلى سبيل المثال جهة حكومية تقوم بشراء أجهزة محاكاة والتعاقد مع مؤسسات تدريب بالأمر المباشر بمبالغ 50,000 دينار دون طرحها في مناقصات بواسطة مجلس المناقصات والمزايدات. جهة أخرى تعين موظفة دون إعلان وظيفي وزيادة راتبها 150 دينارا في شهرين. ومثال آخر ترقيات لموظفين صدر ضدهم جزاء تأديبي ومكافآت دون قرار من المكتب. ومثال آخر أيضا استمرار المكافآت رغم غيابهم المتكرر. جهة أخرى تتفادى طرح مشترياتها في مناقصات عبر تجزئتها. فالواضح أن هناك كثير من الأمثلة التي قدها لدقيقتين. المثال الآخر عدم الالتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء أو القوانين العامة للدولة، وهذه لها نفس الأبعاد الاقتصادية للفساد، وهو ضياع المال العام وعدم القدرة على تنفيذ المشاريع. التقرير أيضا له جاء بكثير من المخالفات التي تتطابق أو تقترب من عدم الالتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء. على سبيل المثال هناك عوائد مستحقة للدولة لم يتمها 65 مليون دينار،
جاء في تقرير أن هذه الشركة قامت باستخدام العوائد لتسديد التزاماتها الخاصة بتسوية بعض العقود النفطية بدلا من توريدها إلى الحساب العمومي. قال لي بسرعة بس آخر بروح للنقطة الأخيرة، الاستهتار وعدم الانضباط آخر شكل من أشكال الفساد، الاستهتار وعدم الانضباط. أعطيكم مثال، على سبيل المثال 47% هذه حالة من اللي ذكرها التقرير التي تتشابه أعتقد من بهذا الشكل من الفساد، وهو الاستهتار وعدم الانضباط. 47% من موظفي أحد الوزارات يحصلون على أوفر تايم بشكل شهري مستمر، حيث دفعت هذه الوزارة 700,000 دينار على 126,000 ساعة عمل غير قانونية في هذه الوزارة. وهناك طبعا لا مبالاة أو السلبية، وهذه تنتشر في كثير من الوزارات. بس اسمحوني لعدم توفر الوقت ذكر هذه أو نماذج من هذه المخالفات، وأكتفي بذلك وشكرا لكم. للأخ كريم، بس خلنا افتح الكمبيوتر. شوف نسيت الباسورد. لا بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، نشكر الأخوة في جمعية الشفافية على هذه على دعوتنا لهذه الفعالية السنوية. أنا كان يعني بشكل رئيسي راح أتكلم عن موضوع التأمينات الاجتماعية في التقرير، ولكن أيضا راح أتكلم عن كل ما يخص الظاهر ما يصلح الإضاءة، ما أدري يبين. أوكي في مشكلة في الله، تعال يا أسامة قدنا. بند ال أوكي بند أو لا، هو يشتري بند أوتوماتيك لين. نسوي الحين شاشة بروحها. احنا عندنا لازم تقول لي مزدوج، لا عط مزدوج. ردينا رجعنا خلاص. بشكل عام راح أتكلم عن يعني التأمينات، ولكن بشكل عام راح أدخل في السياق كل ما يتصل بالأمور العمالية في التقرير.
التقرير بالنسبة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، التقرير يتكلم عن العجز الاكتواري الذي ارتفع في صندوقي التأمين الاجتماعي من 6 مليار إلى تقريبا 11 مليار في 2016، من 2012 إلى 2016 يعني خلال 5 سنوات. تكلم التقرير عن تدني في نسبة العوائد المالية للعقارات المملوكة للهيئة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2.7% خلال الفترة من 2012 إلى 2016. لم تقم شركة أملاك وهي الشركة المسؤولة عن عقارات الهيئة بالبحث في أي فرص، وهي شركة يفترض أنها تعمل تحت شركة أصول، الشركة المسؤولة عن كل موارد الهيئة، فهي شركة يفترض أنها في عقد مع شركة أصول ولكنها لم تقم بدورها. ضعف وقصور من قبل شركة أملاك في تحصيل إيجارات مملوكة للهيئة ارتفع من 1.8 مليون دينار إلى 2.19 مليون دينار. بالنسبة أنا أركز بس فقط على الأمور المعنية بالعمال وبالأمور الموظفين، لأن تقريبا هذا هو يعني اختصاصنا كاتحاد عام. استمرار مدير، وهذا اللي ذكر الدكتور جعفر صايغ مدير في خدمات البلدية، وزارة البلديات، استلم رواتب 138 ألف دينار وهو ليس على رأس عمله. أكاديمية الخدمات تعاقدت مع إحدى كليات التدريب بإيرلندا، و بعد الكلية أشهرت إفلاسها بعد قرابة 8 أشهر، وخسرت الأكاديمية 360 ألف دينار. أيضا الأكاديمية تعاقدت مع إحدى كليات تدريب بإيرلندا بمبلغ 14 مليون دينار أمريكي لتدريب 120 طيار، ولكن الكلية أشهرت إفلاسها. أبرمت الاتفاقية مدة 5 سنوات مع أحد معاهد الطيران أيضا لتدريب طيارين، ولكنه لم يدرس سوى 100 شخص، وقد دفعت ما يقارب 1.5 مليون دينار دون أن تحصل على أي عائد. تدنت نسبة تدريب المضيفين الجويين من 2% إلى 57%، يعني هذا الرينج التدني استخدام تجهيزات تدريب المضيفين. شؤون الطيران المدني لديها 54 طائرة، ولكن لديها مفتشون مختصون، ليس لديها مفتشون مختصون ب20 نوع من هذه الطائرات. امتدت شؤون الطيران المدني تسند عددا اسندت شؤون الطيران المدني عددا من عمليات تفتيش الى مفتشي عمليات طائرات لا يملكون التراخيص ولا الخبرة. بعثة التحقق التابعة لمنظمة الطيران المدني العالمية اوصت ب213 توصية، لم تقم شؤون الطيران المدني بتنفيذ 118 توصية منها. ألبا قامت بشراء مواد جريدة تصنف بأنها مواد راكدة في المخازن دون أن يتم استخدامها على الرغم وجود بعضها في المخازن لسنوات طويلة. اشترت الشركة مواد من موردين من خارج مملكة البحرين ولم يتم استلامها، فيما تأخر استلام مواد أخرى عن التاريخ المتوقع لفترة ناهزت 3 سنوات. شركة مطار البحرين لم تأخذ برأي مجلس التنمية قبل تعيين أعضاء كل من مجلس إدارة شركة مطار البحرين ومجالس إدارة الشركات التابعة لها، التي يعني سبسيدي إلى شركة مطار البحرين، وهي شركة هلا بحرين وشركة مطار البحرين بافكو لوقود الطائرات. مجلس النواب عدم وضع آلية موحدة من قبل الرئيس بشأن إسقاط الحق في المكافأة الشهرية للأعضاء، أحيانا كان أعضاء يتخلفون عن الحضور ما تسقط المكافأة، وأعضاء بالعكس يواصلون الحضور ينضبطون وتسقط عنهم المكافأة كما يذكر التقرير. رواتب بعض الموظفين أكثر من درجاتهم الوظيفية تصل إلى 100% على الرغم من أن لائحة شؤون الموظفين تسمح بتحديد راتب الموظف على الدرجة المعين عليها بزيادة نسبة 20%. استحدثت مكافآت 75 دينار دون أن يصدر بذلك قرار من مكتب المجلس. تعيين موظف دون العلم عن الوظيفة. عدم وجود إنصاف عند منح الموظفين الترقيات، حيث تم منح موظفين نفس فئة الترقية على الرغم من تفاوت درجة تقييم أدائهم، وتم منح موظفين ترقيات مختلفة على الرغم من تطابق درجات تقييم أدائهم، الأمر الذي يعني في تماثل في تطبيق الدرجات، وبالتالي لازم يكون في تمييز أو تمايز في الترقية. الشورى طبعا نفس المشكلة، أنا ما بقول شيء عن الشورى لأنه بالضبط كوبي من المخالفات النواب. عدم عرض جميع التعيينات من غير شاغل وظائف العليا على لجنة شؤون الموظفين. عدم قيام المجلس بوضع آلية واضحة ومعتمدة من قبل رئيسه بشأن إسقاط الحق في المكافأة أيضا على الحضور والغياب.
وزارة المالية قامت باستغلال ميزانية مشروع الدراسات الاستراتيجية في تعيين موظفين ليس لهم علاقة بهذا المشروع، لأن هذا المشروع يتكلم عن وظائف لها صفة الاستدامة ولكنها وظفتهم في عفوا العكس، لها صفة محددة ولكن وظفتهم في على هذا المشروع الذي لا ينطبق عليهم. 5 موظفين تم تكليفهم بالعمل بمكتب الشؤون القانونية في حين تم توزيع البقية في كل من مكتب الوزير وإدارات أخرى بالوزارة، وليس لهم صلة بالمشروع الدراسات الاستراتيجية الذي يفترض أنه مشروع محدد لفترة معينة. وزارة العدل قامت، وهي ذكر الدكتور جعفر، قامت برفع مبالغ للمقاولين تصل إلى 80,000 دينار لعدم التزام الوزارة ببعض اشتراطات المناقصات، يعني الخطأ من الوزارة كان سددت الوزارة تكاليف بعض المواد الأولية بناء على الكمية الفعلية المشترى مع أنها تزيد على الكمية التي قدمها المقاول في عطائه، سداد قيمة بعض المواد الأولية بناء على الكمية المحددة في عطاء المقاول مع أنها تزيد على الكمية الفعلية التي تم شراؤها، وأخيرا دفع تكاليف تركيب المقاول مع أن التركيب كان مشمول أصلا في الأصل ضمن المقاول، لكن تم دفع أيضا تكاليف مرة ثانية، تكاليف تركيب الأشياء المطلوبة. هيئة الكهرباء والماء تجاوز الأنظمة في صرف مخصصات العمل الإضافي. تعويضات الإصابات تدفعها الهيئة مع أن هذه افترض تدفعها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لأن العمال مؤمن عليهم ضد الإصابة العمل في هيئة التأمين الاجتماعي. عدم وجود ما يثبت اتخاذ الهيئة إجراءات للتحقق من تعذر الحصول على مرشحين بحرينيين، وظفت أجانب في الوقت اللي ما نتكلم عن تخصصات نادرة، وبالذات لازم نركز على الكهرباء والماء لأن عمر البور بلانت والماء في البحرين يعني أقل يمكن 100 سنة، يعني يفترض اليوم في هذا القطاع بالذات قطاع الكهرباء والماء يفترض ما يكون فيه عندنا ولا واحد أجنبي، يعني لأنه قطاع يعني قديم جدا من أقدم القطاعات في البحرين قبل حتى النفط يعني. طبعا أنا بمر على مخالفات هيئة التأمين الاجتماعي في تقارير اللجنة البرلمانية اللي رأسها الشيخ العصفور، راح نلاحظ في تشابه كبير بين ما ورد في تقرير الرقابة المالية وبين ما ورد في تقرير اللجنة أيضا من ناحية الاستثمار، عدم استثمار موارد الهيئة. طلبت أيضا اللجنة طلبت من الهيئة أن تعطيهم أسماء والسيفيات اللي يشتغلون في شركات أملاك وشركات أصول، ولكن الهيئة امتنعت عن تقديم هذه المعلومات إلى اللجنة البرلمانية. ما أريد أطول في الموضوع يعني، بس أمامكم أنتم راح تشوفون أن هذه المخالفات هذه كلها تقريبا وردت في التقرير ووردت أيضا في تقرير اللجنة البرلمانية، واللجنة البرلمانية سلمت يعني تقريبا أخذت يمكن في حدود سنة 2016 وسلمت تقريرها في 2017، مع أن من 2016 إحنا كنا نقر عن هذه اللجنة، ولكن لحد الآن ما في يعني ما ندري شنو النتائج اللي راح يعني تنتج عن هذا التقرير، ما هي المسؤوليات اللي راح تترتب على هذا التقرير. ركزت اللجنة البرلمانية أكثر شيء على عدم استثمار الهيئة إلى مواردها العقارية، يعني ما زالت الهيئة عندها موارد كثير عقارية ولكنها غير مستخدمة، وهي طبعا نفس ما ورده تقرير الرقابة المالية بسبب فشل شركة أملاك اللي هي شركات تابعة إلى الشركة الأم أصول في استثمار هذه الموارد، يعني أصول مسؤولة عن كل الموجودات وأملاك مسؤولة عن الأمور العقارية. إذا رجعنا إلى 15 سنة قبل، هذا التقرير نشر في 2003 وكان يرأس اللجنة أيامها النائب فريد غازي. في هذا التقرير حملت اللجنة المسؤولية الكاملة إلى الشعلة كوزير عمل، كان هو حكما ذيك الأيام يعني لفترة معينة كان وزير العمل حكما يرأس الهيئة، وأيضا حملتها لوزير المالية لأنه كان أحيانا يصير وزير العمل وأحيانا يصير الهيئة لهم سيف والشعلة، طبعا سيف ما زال موجود والشعلة راح، ولم تستثنى أيضا مجيد العلوي من المحاسبة، مع أن احنا نتكلم عن حداثة عهد البرلمان، نتكلم عن سنة واحدة يعني، هذا التقرير صدر في 2003 والبرلمان تشكل في 2002، ونشوف الجرأة الموجودة في هذه اللجنة التي حددت المسؤوليات. ليش أنا أقول هالكلام؟ أنا أقول هالكلام لأن التقرير
يعني لا يجب أن نطلب من التقرير ما ليس هو من صلاحيات، يعني ليس من وظيفة التقرير أن يحط لك يعني حكم أخلاقي إن هذه سرقة أو هذا اختلاف، هي مو شغل التقرير. التقرير هو تقرير معلومات، من يقوم بهذه المهام هم الناس اللي يستلم هذا التقرير، هم النواب اللي يسوون تحقيق أو هم الجهات المعنية بالأمر التي تقوم بتحقيق في هذه المعلومات وتحدد بناء عليها أن في سرقة. يعني في النهاية أنت كنائب أو أنت كشخص، خلنا نقول دمو نائب مثلا، الأشخاص المسؤولين عن التحقيق، أنت شو تبغي؟ أنت تبغي أن توصل هذه المخالفات إلى درجة أن تعتبرها سرقة أو تعتبرها اختلاس؟ أنت تقدر يعني طبعا من خلال التحقيق ومن خلال مراجعة البيانات ومن خلال مراجعة إساءة استغلال السلطة وإساءة استغلال النفوذ، كلها تقدر أنت توصل منها إلى نتيجة، وليست هذه مهمة التقرير. بالنسبة للأشياء التي نريدها نحن من يعني أشياء ثلاثة أساسية. رقم واحد، هناك حق لاستجواب الوزراء، ولكن هذا الحق صدر من قبل النواب أنفسهم في 3 يونيو 2014 باشتراط موافقة ثلثين نواب قلب الاستجواب، وهذا يجب أن يعاد على الأقل يعني لكي يتم محاسبة الوزراء. رقم اثنين، استعادة حق التنظيم النقابي في القطاع العام، لأن هذا تعميم هذا الحق صدر خلصت هذا الحق صدر في 2003 بتعميم غير مشروع أصدر ديوان الخدمة المدنية، وهو مخالف للدستور ومخالف للقانون، مخالف للدستور مرتين لأن الدستور سمح بحق التنظيم النقابي، ومخالف للدستور مرة ثانية لأن كل اتفاقيات النقابية أو العمالية التي صادرت عليها مملكة البحرين هي حكما جزء من القانون، وبالتالي هناك يعني مخالفة مضاعفة تو إن ون. طبعا إذا هذا الحق يجب أن يعود لكي يتم هناك دور لهذه المنظمات النقابية داخل القطاع الحكومي، واستعادة حق التمثيل العمالي في هيئة التأمين الاجتماعي والذي تمت مصادرته تشريعيا منذ صدور قانون التأمين الاجتماعي في عام 2014، والذي ألغى حق الاتحاد العام في اختيار ممثليه وجعله يعني مفتوح على أن الاتحادات العمالية يترشح والحكومة تختار، وطبعا لحد الآن يتحججونهم بأن الاتحادين مو متفقين وحنا ما نقدر نختار، ما نقدر نختار من الحر أو من العام، ويعني واخدينها كذريعة عشان عدم تشكيل وضع ممثل عمالي في مجلس إدارة الهيئة. ومصادر أيضا هذا عمليا منذ صدور المرسوم، لأن المرسوم صدر قبل حتى التعديل، وهي من الفارقات اللي صارت، يعني مرسوم تشكيل مجلس إدارة الهيئة صدر قبل تعديل القانون وحذف منه اسم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. شكرا لإصغائكم. أعطيتك إياها مني 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 شكرا للأخ كريم رضي موسوي. وين شيله؟ خلاص. مساء الخير جميعا. يعني بالعادة آخر واحد يعني لازم يعجل بسرعة. نشكر جمعية الشفافية على هذه الدعوة الكريمة، ونشكر حضوركم، وأشكر زملائي الذين سبقوني في تقديم مداخلاتهم. أنا بخرج عن الإطار تماما، لأن في تقديري أنه تقرير ديوان الرقابة المالية أشبع في كثير من الندوات والفعاليات، وسأدخل في تجارب عالمية فيما يتعلق بموضوع مكافحة الفساد. ويعني اسمحوا لي إذا كان في بعض التكرار، وخاصة يعني اللي ذكره الدكتور حسن. في 2014 تحدث مهاتير محمد في أحد المؤتمرات وقال كان لازما علينا الدخول في حوار مفتوح مع كل المكونات الوطنية دون استثناء لأحد، والاتفاق على تقديم تنازلات متبادلة من قبل الجميع لكي نتمكن من توطين الاستقرار والتنمية في البلد، وقد نجحنا في ذلك من خلال خطة 2020، وتحركنا قدما
في التحول إلى بلد صناعي كبير قادر على المنافسة في السوق العالمية بفضل التعايش والتسامح. هذا ما قاله الدكتور مهاتير محمد. لكن بالنسبة لنا في البحرين يعني وحول تقرير الديوان، جرت العادة أن يقدم رئيس الديوان الرقابة المالية والإدارية تقرير للقيادة السياسية ممثلة في جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء، ثم يقدم لأعضاء مجلس النواب ليصل إلى الصحافة المحلية التي درجت على إصدار ملاحق خاصة تلخص ما جاء في التقرير، ويستمر الحال عدة أيام ثم يتلاشى الاهتمام وما جاء في التقرير، لتعود الأوضاع إلى ما كانت عليه بعد أن تقدم الجهات التي نشرت الصحافة عنها ردودا على تقرير ديوان الرقابة. والتقرير بالمناسبة هو غير متاح للمواطنين، بمعنى أنه ليس هناك حرية انتقال المعلومة. منذ الإصدار الأول أنجز ديوان الرقابة المالية والإدارية 14 تقريرا سلط فيها الضوء على مواطن الخلل في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية ومن في حكمها، والنتيجة أن الفساد المالي والإداري لم يتم تحجيمه، ولم تغلق حنفيات تسرب المال العام إليه، الأمر الذي فاقم من الوضع المالي والاقتصادي والمجتمعي، وقفزت التساؤلات ورؤى إزاء جدوى إصدار التقرير إذا كان غير قادر على محاصرة الفساد وتنظيف مؤسسات الدولة من هذه الآفة. لا شك أن القائمين على تقرير الرقابة قدموا تقريرا مهنيا وبذلوا جهودا كبيرة ليصلوا إلى مواطن الخلل ومكامنه، ومن الواضح من تقارير منظمة الشفافية الدولية تدهور واقعنا وأيضا واقع الدول العربية في مؤشرات مدركات الفساد، رغم أن الحاجة ماسة للجم هذا الغول. هل يكفي تقديم التقرير السنوي ليواجه الفساد المستشري في الكثير من المواقع الرسمية وشبه الرسمية وله امتدادات خارج الحدود؟ ذلك أن الفساد تحول إلى مؤسسة تنهش الاقتصاديات في مختلف دول العالم وإن كانت بنسب. هنا محاولة الوقوف على ثلاث تجارب عالمية وعملها وكيفية مكافحة الفساد المالي والإداري في بلدانها، مع التركيز قليلا على سنغافورة التي نحب التشبه بها كثيرا منذ العام 1975. 1. الصين. قبل أيام انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر رجال أمن صينيين يعدمون مجموعة من مواطنيهم، وقد تم التعليق على الفيلم بأنهم هؤلاء الذين تم إعدامهم فاسدون واتخذ قرار بإعدامهم. وتشير بعض الأرقام إلى أن السلطات الصينية تمكنت في 9 أشهر الأولى من العام 2014 من الوصول إلى أكثر من 130 ألف مسؤول حكومي وجهت لهم تهم الفساد. جاءت هذه النتائج بعد أن قررت الصين تطوير تشريعاتها في مكافحة الفساد بتعزيز الإشراف على عمل الحكومة والهيئات القضائية والموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية ومطاردة الفاسدين وراء الحدود. في ناس وايد منهم هربوا، عارفين أنه النتيجة يعني بيقصون رأسهم. هذه الإجراءات اتخذت بعد أن تيقن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بأن الفساد بدأ ينهش في التجربة برمتها، وحان الوقت لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين لتبقى متربعة على عرش الاقتصاد العالمي بنسب نمو تقترب من 7% في العام الماضي 2017. بالرغم من أن نظام الحزب الواحد الذي تسير عليه الصين منذ العام 49، أي بعد انتصار الثورة الصينية بقيادة الزعيم الحزب الشيوعي ماو تسي تونغ وجيشه الشعبي، إلا أن الدولة الشمولية تعيش في منافسة يزداد احتدامها مع أكبر ديمقراطية في العالم الهند، التي يقترب عدد سكانها من سكان الصين ويتطور اقتصادها بالطراد رغم البون الشاسع
في الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ لدى الصين 11.2 تريليون دولار أمريكي في العام 2016، بينما يبلغ لدى الهند 2.26 تريليون دولار، فضلا عن دول النمور الآسيوية التي تلاحق بكين في الاختراعات الجديدة والاقتصاديات المتنوعة وتنافسها في الأسواق العالمية، ما يفرض عليها تنظيف، يفرض على بكين تنظيف البيت الداخلي من اللصوص وسراق المال العام. لذلك لم تتردد من توقيف وزير الأمن العام نهاية 14 لتورطه في قضية فساد وتقاضي رشوة وإفشاء أسرار الدولة، وأصدرت عليه المحاكم هناك حكما بالسجن المؤبد. 2. ماليزيا. واجهت ماليزيا حربا داخلية وتفتتت في النسيج المجتمعي، لكنها قررت مغادرة الفقر والبطالة والمرض ومواجهة التحديات الكبيرة من خلال استراتيجية البناء وشعار التسامح والتنازل المتبادل بين مكونات المجتمع. يشير الدكتور مهاتير محمد في هذا السياق بالقول إن التنازلات المتبادلة طريق الاستقرار. نحن في ماليزيا بلد متعدد الأعراق والأديان والثقافات، وقعنا في حرب أهلية ضربت بعمق أمن واستقرار المجتمع، فخلال هذه الاضطرابات والقلاقل لم نستطع أن نضع لبنة فوق أختها، فالتنمية في المجتمعات لا تتم إلا إذا حل الأمن، إلا إذا حل الأمن والسلام. والتركيز على الملفات والقضايا الحقيقية بعيدا عن الأيديولوجيا وعقلية الغلبة والهيمنة والانتقام، هذه الملفات هي الفقر والبطالة والجوع والجهل، لأن الانشغال بالأيديولوجيا ومحاولة الهيمنة على المجتمع وفرض أجندات ثقافية وفكرية عليه لن يقود المجتمعات إلا إلى المزيد من الاحتقان والتنازع. 3. سنغافورة. يؤكد رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية سنغافورة لي كوان يو أن مكافحة الفساد كتنظيف السلم، يبدأ من الأعلى أي بكبار المسؤولين. وقد تمكنت سنغافورة من مكافحة الفساد وخطت في ذلك خطوات كبيرة بعد أن كانت تعاني منه في ظل الاستعمار البريطاني، حيث كانت الجزيرة مرتعا للفساد رغم تشكل جهاز لمكافحة الفساد منذ العام 1952، إلا أن وجود رئيس وزراء مصمم على النهوض ببلاده من براثن الفقر إلى مصاف الدول المتقدمة مثل لي كوان يو الذي تسلم منصبه في العام 59 والذي قرر ممارسة دور المستبد العادل، خلى الديمقراطية على جنب وظل يشتغل في مسألة الفساد، واندفع بإرادة سياسية، هناك قرار في إرادة سياسية حقيقية لكنس الفساد والمفسدين، وشخص حيزنها استشراء الفساد في بلده بضعف نظام ضبط وعقاب مرتكبي الفساد والمتورطين فيه، وتوافر فرص الفساد المالي والإداري أمام الموظفين العامين وضعف الرواتب. لذلك قررت الحكومة هناك مكافحة الفساد عبر معالجة مكامن الخلل من خلال إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وجود قوانين فعالة تطبق على الجميع دون استثناء، وجود قضاء نزيه مستقل، إدارة عامة تمثل الرجل المناسب في المكان المناسب. كما قامت الحكومة بإنشاء مكتب التحقيقات في ممارسة الفساد تابع مباشرة لرئيس الوزراء السنغافوري، وله صلاحيات واسعة في توقيف المتهمين وتفتيشهم والتحقيق معهم مهما كانت مناصبهم، ويقترح هذا المكتب تعديلات على القوانين والإجراءات لمكافحة الفساد، كما يكون له رأي في تعيين المسؤولين الحكوميين والجهات التي تتعاقد معها، ونظام قضائي مستقل وشفاف وسريع في البت في القضايا، ولمنع توافر فرص الفساد أمام الموظفين الحكوميين. تم اتخاذ إجراءات محكمة مثل الدفع الإلكتروني في كل التعاملات الحكومية، هناك 1600 خدمة حكومية يمكن الحصول عليها من المنزل باستخدام الإنترنت، 1600 خدمة، وهناك أكثر من 70 نوع من التراخيص
تشمل أغلب الأنشطة التجارية يمكن الحصول عليها أو التراخيص هذه عبر الإنترنت، واعتماد مبدأ أقل قدر ممكن من الأسرار. الحكومة السنغافورية تخلص إن شاء الله تقلص الأسرار الموجودة لدى الموظف العام لكي لا يكون تكون هناك فرصة لكي يمارس عمله في الفساد. واعتماد الشفافية وحرية الوصول للمعلومة. في سنغافورة ماذا يجري؟ يلزم على المسؤولين كشف ذممهم المالية، هذه اللي طالبنا فيه منذ سنوات طويلة، ولهم ولأسرهم على أن يقوم مكتب مكافحة الفساد بمراقبة دخلهم وإنفاقهم، يقارن بين الدخل والإنفاق. يمنع القانون الموظف العام من تلقي الهدايا ويلزم بالإبلاغ عنها إن حصلت. يمنع القانون أي مسؤول من اقتراض أموال من أي شخص يربطه التعامل رسمي معه. يمنع القانون الموظف الحكومي من اقتراض مبلغ يزيد عن 3 أضعاف راتبه. يلزم الجهات الحكومية الإعلان عن كل ما تحتاج شرائه، مش على طريقة مثل ما تفضل قبل شوي الدكتور أنه مجلس المناقصات، لا، مجلس المناقصات يوافق على الشراء المباشر، مرة يروح يرفض يرجع إلى الجهة الحكومية، الجهة الحكومية تصر، ومن ثم في النهاية يوافق مجلس المناقصات على عملية الشراء المباشر أو التعاقد المباشر. لمواجهة الإغراءات أقدمت الحكومة السنغافورية على زيادة مرتبات السياسيين والموظفين الحكوميين بما يتناسب مع مستويات المعيشة. قال يوما لي كوان يو اللي هو رئيس الوزراء إن سنغافورة وصلت إلى هذا المكان المتقدمة بين دول العالم في انخفاض الفساد لأن ذلك يعود إلى سببين هما الشفافية والاستقامة. لقد طبقت سنغافورة القانون على الجميع فنجحت في مكافحة الفساد وتقدمت اقتصاديا وماليا واجتماعيا رغم قصور التجربة الديمقراطية لديها، فهي لم تتردد من تقديم عضو في هيئة المرافق عندما تورط في قبول رشوة ب 13,850,000 دولار لإرساء عقود مقاولات حكمت عليه ب 14 سنة واسترجعت المبلغ كاملا 13,850,000 دولار. طيب، خلاصة القول أن الطريق لمكافحة الفساد ليس مفروشا بالورود، فهناك مافيات وقوى ضغط تعطل أي توجه جدي لتنظيف الإدارات العامة من الفاسدين، لكن تبقى الإرادة السياسية ضرورة لأي توجه من هذا القبيل، وإلا فإن الانزلاق نحو المجهول سيستمر. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا الأخ رضي. المجال مفتوح للأسئلة، وأتمنى أن إذا أحد عنده تعليق يكون سريع وأن لا يتجاوز 3 دقائق. أبو منصور جعفر. مساء الخير، وشكرا للمتحدثين اللي ألقوا الضوء على تقرير. طبعا التقرير مثل ما ذكر تقرير مهني، بمعنى أنه مدعم بالحقائق وبالأرقام بالوقائع بالغيرة. وبالنسبة لي أنا الحقيقة أنه حتى شرف، أنا قرأت 200 صفحة منه للأمانة، وطبعا وهذه طبعا مشكلة هي عدم توفر عدد من النسخ. مشكور الديوان يسلم الشفافية نسخة، لكن لا يمكن تداولها بين كل الأعضاء أو كل اللي يريدون يلقون عليها. أنا سأتعرض إلى بشكل سريع جدا إلى ما أصبح مكرر سنة بعد أخرى، وأيضا من مخالفات متكررة في هيئات وفي وزارات وهيئات وشركات حكومية أو شركات عامة.
وليس كل هذا فقط نماذج. أولا عدم تحصيل الوزراء عدم تحصيل الوزارات والهيئات والشركات الحكومية لمستحقاتها من الأموال لدى الآخرين، والأمثلة على ذلك كثيرة. بعطي مثل بس وبسيط من كل شيء، وهو أنه شركة مطار البحرين لا تأخذ مستحقاتها على شركة طيران الخليج، وكذلك بابكو لا تأخذ مستحقاتها من فيول أو غيرها لوقود الطائرات من طيران الخليج. وكلكم ممكن تعرفون الأوقاف الجعفرية والأوقاف السنية، يعني لا تتحصل على ما يتوجب ما يستحق لها من أجارات وأراضي إلى آخر ذلك. اثنين، إحالة إدارة المرافق العامة إلى شركات خاصة. يعني كلنا طبعا، يعني مثلا ميناء خليفة بن سلمان خليفة شيخ خليفة إلى شركة ميرسك أوكي، مثلا منتزع عداري إلى شركة. وليس المشكلة فقط أنه إحالة ما يجب أن يكون نشاط للبلدية أو نشاط إلى غيره إلى أو ميناء، ولكن لا يتحصل على الحقوق، لا يتحصل أو لا يتحصل الحقوق كاملة. كلكم طبعا عرفتون شو جرى بالنسبة لمنتزه عذاري، وأيضا شركة ميرسك أيضا في ملاحظات عليها. ثلاثة، تجاوز المصروفات المعتمدة بدون غطاء قانوني. تقريبا كل الوزارات تتجاوز مصروفاتها. أربعة، تدوير جزء من ميزانية السنة إلى السنة اللاحقة بدون أداة قانونية. خمسة، عدم إنجاز المشروعات المخطط لها، حيث تتراوح سنة نسبة الإنجاز من 26 إلى 60%، أفضل وزارة 60% وفيها 26 وبعضها أقل من 26. عدم الإعلان عن الوظائف العامة من قبل ديوان الخدمة المدنية إلا نادرا، يعني نحن سمعنا عن وزارة التربية لكن ما يعني هذه أصبح استثناء وليس قاعدة. عدم ترسية العديد من العقود من خلال ديوان المناقصات، ويمكن هناك أساليب عدة، أو ترسيتها لمن لا ليس لمن يستحق، بمعنى أن أو الأقل كلفة أو غيره أحيانا لا ترسى بهذه الطريقة. عدم قيام هيئات أو مهام بمهامها مثل التخطيط الحضري مثلا. ذكر أن التخطيط الحضري أنه في عدة أمثلة 70% من الأراضي أو التي يجب أن تكون مخططة ليست مخططة، رغم مرور 8 سنوات و10 سنوات مما يلحق خسائر عديدة. هناك في طبعا ملاحظات عامة أني أنا عندي بالنسبة للتقرير، الديوان بعد أن يقدم تقريره شيء إيجابي أنه يتلقى رد من الجهة المعنية ثم يعطي ملاحظاته مرة أخرى، وهذا تطور يمكن في الديوان. لم يقدم التقرير تفسيرا للفارق بين الاستدانة والعجز الفعلي في الموازنة. يعني هناك في عجز فعلي يجب يكون الاستدانة من أجل الميزة، لكن هناك لم يعني. حدد الديوان أن الدين العام المنشور، وهذا أيضا شيء إيجابي في الديوان، أنه يقول بأن الدين العام المعلن ليس هو كل الدين العام، لأن هناك في هيئات وجهات حكومية تستدين مباشرة مثل هيئة الكهرباء والماء وألبا وغيرها، وهذا مو جاي عندي. ان غالبيه الموظفين الكبار، يعني كنتيجه نلاحظ بانه كثير من الديون، وهذا ليس تجني على احد، ولكن كثير من يعني الموظفين الكبار اصبحوا في نفس الوقت بزنس، يعني عندهم بزنس وعندهم ثروات وغيره، وهذا اذا كان من نشاط مشروع اوكي، لكن يجب ان يكون هناك في تفسير لماذا هذا الشيء. او اخر ملاحظه عندي، أقول إن الدول الناجحة اقتصاديا وتنمويا هي الأقل فسادا والأكثر نزاهة وحوكمة جيدة وشفافية. إذا تلاحظون على مدركات الفساد بالنسبة للعالم، الدول المتقدمة في يعني في الأقل يعني اللي تحتل الدرجات الأولى في هذه القائمة هي نفسها يعني دول ناجحة اقتصاديا، الدول الاسكندنافية، نيوزيلندا، كندا، استراليا وغيرها. والدول الفاشلة اقتصاديا وتنمويا هي الاكثر فسادا. وشكرا. مساء الخير.
اي ما عليه. اول شيء يعني من غير مجاملة يجب ان نشكر جمعية الشفافية لان دور مهم ان تقوم به لاسباب كثيرة. الزيادة محاولة زيادة الوعي عند الناس مهم. اليوم الناس كثير من الناس لا يعرفون الدين العام ماذا يعني. الدين العام مثلا تروح اي ناس يقول لك الحكومة بتسلف، اذا خلت تسلف انا ما يعنيني، انا ما بيصير شيء. اليوم المشاكل اللي قاعدين ندفعها بسبب الدين العام، فهذا مهم ان يعني يكون كثير من توعية الناس للدين العام. رفع البترول ورفع كذا بسبب الدين العام. مصر في 1882 لما راحوا لقناة السويس وخذوا أوراق الأسهم اللي تملكها الحكومة المصرية وقدموها لديفيسس الأول المدانين بسبب الدين العام. الدين العام خطير في كل شيء. يعني اليوم احنا بعد 10 سنين بعد احنا الضرائب والأشياء والخدمات سبب الدين العام. يجب التركيز ومحاولة تفهيم الناس مشاركتهم، وهي دوركم شكل ما أي مجتمع المدني يقوم بدور مهم. تعالوا يا جماعة حاولوا يوقف الدين العام أو ما بتوقف المصاريف والأسعار والضرائب والمشاركات. يعني هذه أستاذنا الفاضل العضو المجلس النواب استعرض شيء ممتاز، لكن أهم شيء في الحلول. إن ماذا تقدم المجتمع المدني اليوم؟ ماذا يقدم من حلول؟ اليوم الناس يعني ما عادت الناس تروح بعد لا ندوات ولا شيء. ارتفع البترول يقول لك بعد يزيد وكل من عنده سيارة عودة. هاي ذكرني من قبل فترة في السبعينات كان أحد مدربين أحد الفرق في البحرين يقول له فريقة شوف إذا نزلت الملعب أنا ما يهمني تشق العارق تكسر الشبك تضرب الحكم تاوشي اللاعبين أبغي نتيجة أنا ما يعنيني هذا كله. الناس في الآخر يعني اعذروهم انتون يجب تحريك حتى بعض المشاريع الكبيرة لو وقفت يعني لفترة ولا يعني اليوم قاعد الناس تاكل في روحها مثل السكري صيده وياكل الحين كثير من رجال أعمال وغير أعمال واللي عنده راتب تقاعدي قاعد يزيد مصروف ماله مو قادر يقاوم. دور المجتمع المدني أن يشارك ويقدم ويحاول يترجى يشارك الضغط بأي وسائل ولا مشكلة، لأن هاي أكبر خطورة في الدول هذه. يعني 77 ثورة الخبز في مصر بسبب الدين العام. طول الله عمرك مشكور. مشكورين جمعية الشفافية طبعا لأن أنتم يعني تأدون تسببون لنا صداع وترفعون الضغط علينا كل مرة ليكم. طبعا المعلومات القيمة اللي قدمتوها أنا عندي تساؤل الصراحة، لأن كل اللي قلتوه انقال وينقال وينقال ومثل تقارير الرقابة المالية تنعاد وتزداد. أنا طبعا كاجتماعية مش اقتصادية عندي كنسان واهتمام إنه الفساد أصبح هو مؤسس، بمعنى إنه المجتمع الآن ما يقدر يعيش من غير الفساد. أنتم هني في عالم النخب تتكلمون عن مثل ما قال جعفر يعني العالم ترى برا يعني يتشكون من الفساد بس ما يتعيشون من الفساد. الفساد وصل لحد الأسر، يعني أصبحت حتى التربية تقوم على يعني على ابتزاز على مساومات على يعني الناس أصبحت الآن يعني تتكلم عن الفساد، لكن لو أصلحت بيئة الفساد تدمر لأنها أصبحت يعني جزء من حياتهم تركيبة حياتهم. ناهيك عن اللي تفضل فيه جعفر هو فعلا هاي حقيقي انه العالم مش بس مش مستشعرة، هي تحس ان هي مستفيدة من بيئة الفساد مستفيدة. يعني درجة اللامبالاة انه في وزارة ما مثل ما تفضل دكتور جعفر قال ما بنسمي، في وزارة ما الموظفين عاديين ما يحتاج رقابة مالية في يقعدون يستولفون يتكلمون عن موظفة صار لها 3 سنوات
لأنها يعني كذا وكذا، 3 سنوات لم تداوم وهي المفترض أنها مسؤولة وتستلم رواتبها كاملة. أحد ما في شؤون الموظفين يعني حاول يتحرك ويطلب أنه يعني ما وضع هذه الموظفة من 3 سنوات، يعني مستحيل في أي قانون الخدمة المدنية ما في شيء اسمه 3 سنوات. وأوعز له بأن من فضلك يعني لا تتكلم وتابع صرف الرواتب كما هي. والموظفين هذا اللي يتكلمون موظفين عادي يعني يعرفونها من هي، بل وأنها تطالب بالترقية لأنها تستحق الترقية لأنها عندها كفاءة. فهذه هذا الشيء، بينما طبعا في نفس الوزارة هذه الموقرة يعني موظفة اضطرت أنها أسبوع ترقد مع ولدها في المستشفى لأنه مريض، حولوها إلى لجنة تحقيق وخصم من لأن تجاوزت على القانون. والأمور هذه الأمرين مأخوذين بشكل طبيعي يتكلمون عنه، يعني ما ثاير هالقد شيء. فهذه المشكلة، أنه يعني في شيء خطورة أنه الفساد أصبح كأنه هو بكتيريا، كأنه فيروس ينخر في يعني المجتمع وينخر فيه نخر بطيء مثل النمل الأبيض يأكل في الخشب فجأة ينهار، فالمجتمع كله ينهار. شكرا جزيلا. أنا عندي نقاط سريعة على فيما يخص موضوع البحرين. الآن يجب ننتبه لبعض الآن الأرقام الجديدة اللي قاعدة تطلع، هناك في الآن إحنا التقرير يشير إلى بعض القضايا، الموضوع لا أشار إلى ترامب 9 مليار دولار، هذا موضوع جدا مهم، مو مليار أو مليارين. حديثا تم توقيع على عقد تطوير مصفات باكو، تم منح العقد لشركة FMC الأمريكية مع شركة تكنيب الفرنسية، تم توقيع العقد في واشنطن مو في البحرين، 4 مليار دولار، من أكبر العقود في التاريخ عندنا يعني. فهاي هذا بحاجة إلى متابعة، وهو أشار إلى رقم 9 مليار، وأنا عرفت الرقم أكثر من 9 مليار دولار في الموضوع، مو بعض الأشياء الصغيرة هنا وهناك يعني، فيحتاج إلى متابعة سواء من الأخ أحمد وللمجتمع بشكل عام. يعني أنا أعتقد التركيز على سنغافورة كمثال ناجح مو صحيح، تغور فيه مليون مشكلة، في تقييد على الحريات السياسية وعلى الحقوق المدنية. حديثا تم ترشيح شخص واحد فقط، واحدة مسلمة، أن هي مرشحة لمنصب الرئاسة، كل الناس يصوتون إليها بس مرشح شخص واحد. صحيح سنغافورة ناجحة في بعض القضايا، بس لكن في واجد قضايا مشاكل. يعني الأخ عبد النبي وأنا وسنشرف درسنا بعض تجاربهم، عندهم قضايا كبيرة جدا، بس طبعا بشكل عام البلد ناجح اقتصاديا إلكترونيا في موضوع الوظائف، لكن في الحريات المدنية، الحريات السياسية، تشكيل الأحزاب، لا ما في مجال نظام، يعني نظام أمني. حتى ماليزيا يعني صحيح مهاتير اشتغل بس على وايد قضايا، مهاتير لحد حين عينه على الرئاسة، على منصب الرئاسة، عمره 92 سنة مرشح حاليا لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات القادمة يعني، وورط أنور إبراهيم في قضايا يعني، وما راد يترك المنصب، صدق اشتغل وأنجز، لكن المنصب ذبح الكرسي يعني. فبالتالي فلذلك أعتقد في واجد قضايا، صح في نجاح، بس لكن أيضا في تراجع سياسي واجتماعي وحقوقي في ماليزيا وسنغافورة. وشكرا. لا بس يعني هاي غش، هذه غش. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر هيئة جمعية الشفافية، الحين كلها هيئات عندنا. لا هو لأن أنا أول مقطع عندي عن الهيئة، أنا أتذكر في فترة من مجلس النواب أعتقد في 2000 ممكن قبل 14 يمكن طرحت قضية مكافحة، هيئة مكافحة الفساد في مجلس النواب، وللأسف مجلس النواب نفسه رفضها. ف
فالقضية الأولى أن أدوات مكافحة الفساد ضعيفة عندنا، ما في منها الصحافة، منها الهيئات الرسمية، ومنها مجلس النواب كذلك في عنده صعب عملية الاستجواب وغيره. فهذه أحد النقاط الرئيسية اللي أعتقد أنه يحتاج الواحد يفكر فيها. لكن مسألة الفساد أنا أعتقد أنه ما ينفصل عن أشياء كثيرة، لا ينفصل عن مثلا القضايا الاقتصادية بشكل عام، لا ينفصل عن الضرائب والرسوم اللي الحين قاعدة تظهر، لا ينفصل عن ضعف المجتمع بشكل عام، المجتمع المدني. فقد يكون في نوع من الحسنة اللي هو تراجع النفط واعتماد الدولة على الضرائب، يمكن يخلي الناس تستشعر قيمة المال وتبدأ تتابع قضايا الفساد وقضايا الهدر وقضايا. لكن أنا بدي أسأل مجلس النواب نفسه، يعني عندنا قضية اقتصادية كبيرة، هل يمكن لمجلس النواب أن يطرح نقاش مجتمعي حول الحلول؟ لأن حلول ليست قضية حل مشكلة الفساد، أنا أعتقد كلها مترابطة، كلها تحتاج إلى آليات وأدوات، سواء كان رقابة الفساد أو حتى رقابة القرارات الاقتصادية والقرارات السياسية اللي تتعلق بإدارة المال العام بشكل كامل. فمجلس النواب لم يطرح القضية بشكل حواري ليشرك المجتمع في حوار، يشرك الصحافة، لأن المجلس النواب يقدر إذا طرح، يعني عندهم الحصانة وعندهم الخامات والأدوات وممكن يقدرون يحصلون معلومات، غير الناس اللي مثلنا في المجتمع ممكن ما نقدر نحصل المعلومات اللي هم يقدرون يحصلون عليها. فأنا أعتقد ما أدري هل القانون يسمح لهم أو ما يسمح، هذه بعد موضوع ثاني يمكن الأستاذ أحمد يقول لنا عنه. فأنا أعتقد أن العملية كلها برمتها تحتاج إلى نقاش مجتمعي، تشترك في غرفة التجارة، يشترك في الجمعيات السياسية، يشترك في المختصين في مختلف التخصصات، الاقتصاديين، الاجتماعيين، السياسيين إلى آخره. بدون هذه على مستوى المجتمع وإشراك الناس كلها في النقاش، أعتقد أنه بتبقى القضية هذه سنويا حفلة ديوان الرقابة المالية بتبقى على نفس المستوى بدون ما يكون فيه أي حلول، لأن هذه الحلول تحتاج إلى قرار سياسي، والقرار السياسي يحتاج إلى ضغط مجتمعي قوي. وشكرا. شكرا دكتور محمد العراضي. مساء الخير، شكرا للجمعية وللأخوة المنتدين. أنا عندي ثلاث نقاط. أول نقطة بشأن القطاع الخاص، هل ديوان الرقابة المالية معني بمراقبة شركات القطاع الخاص، خاصة التي تقع تحت مسؤولية الوزارات بشكل أو بآخر، مثل غرفة التجارة على سبيل المثال؟ ويعني احنا نعرف انه يعني نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني يدار من قبل القطاع الخاص، وداخل هذا القطاع يعني قصص كثيرة من الفساد والشبهات اللي ما تنتهي. احدى هذه القصص في احدى الادارات، ما دام الكل قاعد يعطي رموز، في احدى الادارات هناك عضو منتخب عين عديلة لمدة 8 سنوات بعقد ملزم، وعطى يعني التزام على الجهة اللي يعمل فيها بأن تدفع مرتبات هذا الشخص حتى وإن فصل. طيب هاي وين كانت هاي يعني تقرير الرقابة المالية؟ وبالمناسبة العقد قيمته تصل إلى أكثر من 500,000 دينار، يعني سنويا تقريبا 100,000 دينار لمدة 5 سنوات، و3 سنوات أيضا يجدد العقد، يعني العقد الأساسي 5 سنوات والعقد الممدد
يلزم أنه بعد ما تنتهي مدة العقد الأساسي اللي هي 5 سنوات يجددون له عقد لمدة 3 سنوات، وإذا ما جددوا له يدفعون له مرتبات 3 سنوات. سؤال للأستاذ أحمد، أنت قلت في أثناء كلامك أنه الدين العام الآن 40% منه داخلي و 60% منه خارجي إذا ما غلطان. طيب ال 40% الداخلي هل هي لمؤسسات مالية بنوك يعني، ولا هي لمؤسسات يعني شبه حكومية أو حكومية؟ احنا نعرف مثلا أن الدولة تقترض من تمكين، تقترض من هيئة التأمينات الاجتماعية وربما من مناطق أخرى. بالمقابل هل هذه الدين 40% يعتبر دين حقيقي أم دين وهمي؟ وبالتالي هل الحكومة ملزمة أن تدفعه ولا ممكن تتملص منه أيضا في الفترة القادمة؟ 60% الدين اللي الخارجي، من هم الجهات المستحقة لهذا الدين؟ هل هي صناديق عربية خليجية؟ لأن في حديث على أنه هاي الديون أغلبها ديون خليجية، ممكن تحصل حكومة البحرين يعني إعفاء من السداد في فترات بشكل أو بآخر. النقطة الأخيرة هي نقطة رفع سقف الدين العام إلى 13 مليار، والحديث عن أن الدين العام راح يصل إلى 86% من الناتج البلد يعني. طيب إذا وصل الدين العام إلى 86% إحنا شو نسوي يعني؟ نبغى نعرف ليه الخطة يعني، تونا في مجلس النواب على الأقل تقدير عندكم تصور شيء في مخرج ولا يعني بيع هدومنا على قولات المصريين يعني؟ شكرا. أسامة، مساء الخير جميعا. أولا أشكر الأخوة في الجمعية البحرينية للشفافية على هذه الندوة المهمة جدا، والتي كنت أتمنى أن تبث على الهواء مباشرة من خلال تلفزيون البحرين، بما أن الجمعية البحرينية للشفافية مرخصة وتعمل وفقه وفق القانون، فالمفروض أن تبث ضمن مبدأ حرية الرأي والتعبير وضمن ما يصل إليه المواطن البحريني. سوف أتحدث عن ما يثقل كاهل الميزانية العامة ويوقف نوعا ما الدين العام. يعني هناك مشاريع موجودة على الأرض مثل الفورميلا وين ما أعرف كذا سنة موجودة في البحرين، وهي تنزف من ميزانة الدولة بشكل كبير جدا، ويتفق الجميع أن ليس هناك أي فوائد تذكر من خلال هذا المشروع بين قوسين الفاشل. هناك دولة أعتقد ماليزيا هي من قامت بإلغاء هذا المشروع، مشروع الفورميلا وين، ماليزيا أو دولة أخرى لا تذكر الاسم بالتحديد، ولكن هذه الدولة عندما رأت أن هذا الفورميلا وين يعني أصاب البلد أو أضر باقتصاد البلد، قامت على الفور بالاعتذار من الجهة المنظمة ووقفت هذا المشروع. كذلك الحال مع الرياضات المستحدثة، الرجل الحديدي والقدرة العالمية وغيرها من أموال تصرف هباء منثورة لا يستفيد منها المواطن وتثقل الكاهل الميزانية هنا. كذلك الحال مع مجلس النواب، اسمح لي أخ أحمد، مجلس النواب اليوم يكلف الدولة الكثير، ولكن يتفق الجميع أنه مع الأسف ليس له تلك الفائدة المرجوة بالإضافة لتقاعد النواب. طبعا بالنسبة للمحاسبة، طبعا من مع الأسف الشديد من أمن العقوبة أساء التصرف، ذكر أحد الأخوة عن موضوع كشف الدم المالية، ولكن كشف الدم المالية فقط على الجمعيات السياسية وقياداتها. يعني يعلم هنا قيادة الجمعيات السياسية أنه في الآونة الأخيرة تم إرسال خطاب وبإلحاح بأنه يجب أن تسلم الجمعيات السياسية تقرير الدم المالية عن القيادات أو عن اللجان المركزية بشكل دقيق، وتم بعث هذا الخطاب مع رسالة تحديد واضحة منصوصة بعدة قوانين أنه إذا لم تسلم هذه التقارير
سوف تتخذ النيابة العامة إجراءات ضد هذه الجماعات وقياداتها، بينما هناك في الدولة فساد واضح موجود في التقرير ديوان الرقابة المالية، ولن نرى ولا أعتقد أننا سوف نرى أي محاسبة أو طلب إلى كشف الذمة المالية. نقطة أخيرة بالنسبة للضرائب الجديدة وما تفرضه الدولة اليوم على المواطن، كان المفروض أن يتم مشاركة رجال الأعمال أصحاب الوكالات أصحاب الثروات العائلة الحاكمة في هذه الضريبة بشكل مباشر، يعني عندهم بس المواطن، بينما يستثنون أصحاب الوكالات وأصحاب المليارات وأصحاب المشاريع الخرافية والخيالية من هذا الجزاء سميه. شكرا. شكرا. مساء الخير جميعا جماعة المدخلين للاتحاد العام لقبوات عمان البحرين. طبعا أنا ستطرق إلى موضوع ما يعني تطرق إليه زميلي الأخ كريم رضي فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وأكيد أصور أن يعني كل بنا إحنا همنا وما يغلقنا اليوم اللي هو العجز الاكتواري. وحقيقة يعني لو رجعنا إلى يعني السنوات الماضية لوجدنا أن الهيئة من تقريبا دورتين أو ثلاث دورات مجلس الإدارة مالها غير مكتمل، ولا توجد مشاركة من أطراف الإنتاج الثلاثة على اعتبار أن الاتحاد هو أحد الأطراف في هذه، وما زال حتى هذا اليوم لم يتم تسمية الاتحاد في الهيئة. السؤال يطرح نفسه حق الأخ أحمد اللي هو حق المجلس النيابي. اليوم كل قرارات اللي هو الهيئة العامة يعني ما مدى دستوريتها في ظل عدم وجود طرف من أطراف الإنتاج اللي هو يعني هو الحامي المفترض لأموال العمال في البحرين، فما مدى هالدستورية وما مدى متابعة مجلس النواب؟ وأعتقد أنهم على علم بأكيد يعني من خلال اللي هو التقرير المالي ديوان الرقابة وما ذكر فيه من مخالفات ومن يعني حتى فيما يتعلق بالاستثمار لم تكن يعني الفائدة الموجوة وكثير من الفساد اللي دار في الهيئة. يعني للأسف الشديد احنا لم نرى يعني هناك تحرك جدي، على الرغم من هناك في لجنة وحققت وكذا، ولكن صور دور البرلمان لابد انه يكون اكبر جدية واكثر فعالية في على الأقل اللي هو إيجاد منهم يعني يراغبون. احنا كنا على الأقل في الفترة السابقة وان لم نكن يعني بعضويه يعني مثل كامله تستطيع ان تقدم راي، انما كنا مراغبين ونتابع كل الامور. لذلك الان اصبح المنصب شاغر والهيئه اكيد كل القرارات اللي اتخذت يعني اصور ما ادري شو يصير. شكرا. طبعا شكرا. شكرا لجمعية الشفافية وللمحاضرين. طبعا أنا ألاحظ إنه الأخوان مثل ما إحنا تمللنا هم بعد تمللوا إن يذكرون كل المخالفات العود اللي إحنا متعودين نسمعها، يعني وفي في فساد في البلد. طبعا ما نشوف محاسبة مفسدين، فهذا يعني إحنا بنتعود إن خلاص ما في محاسبة مفسدين ويصير في نوع من الحق المكتسب حق الفاسدين انهم ما يتحاسبون. فما ادري يعني هل في آلية مثلا او تفكير على الاقل في المجلس النواب كيف راح يكون الوضع مستقبلا، يعني لانه ما في خوف ما في محاسبة. هذا جانب. الجانب الاخر ايضا يعني على الاقل انا صراحة ما قريت التقرير، بس على الأقل أول تقول لنا الهبقات العودة البوقات العودة مثلاً اللي صايرة ما قلتوا لنا عنها. فشكراً شيخ. طبعاً بالنسبة حق الدكتور إذا كان هناك في منتدى يعني بيكون اقتصادي مالي، فإحنا
نرحب فيه، وان المجلس هو يتبنى هذه الفكره. انا راح انقلها للمجلس ان شاء الله انه يكون هناك في مؤتمر او منتدى اقتصادي مالي لدراسه الحلول وضع للوضع المتردد اللي احنا قاعد نمر فيه، وان شاء الله راح اكون على تواصل وياك بالنسبه حق هذا الموضوع. موضوع محمد بالنسبه حق 60% و40% كان قبل الاقتراض الداخلي 60% والخارجي 40%، الحين صار العكس. هاي بعد يشكل عبء وخطر على الدين العام من اصدار، طبعا شلون يكون عن طريق ال 40%؟ شلون يصدرونها؟ يصدرها البنك المركزي عن طريق اذونات خزانه او صكوك، يصدرها للقطاع المصرفي والمالي في مملكه البحرين، هذه اللي هم ياخذونها. بالنسبه حق اجمالي الدين العام انه هو بيوصل تقريبا 86%، طبعا الدين العام وصل 86%، يعني الدين الحين وصل تقريبا 11 مليار والسقف مفتوح ل 13 مليار. وصل من الناتج المحلي الاجمالي 86%، هذا يشكل لنا كلنا اللي قاعدين في القاعة هاجس كبير، يعني ان هذا الدين يشكل 86%. يجب ان يكون هناك موجود قانون للدين العام ليحد من وصوله حتى 60%، يعني ليه يكون ليه 55%، هذه هو الحد الأدنى بالنسبة حق الدين العام. طبعا بالنسبة حق القرارات اللي تصدر من التأمينات الاجتماعية، في لجنة تحقيق في التأمينات الاجتماعية وننتظر التقرير ماله، الحين راح يرفع حق المجلس خلال الأسبوعين القادمين إن شاء الله. في بعد شيء ما جاوبنا سيد؟ بشكل عام طبعا مثل ما تعرفون انتم المجلس وتركيبته شلون ان تغير الدستور وتغير بالنسبة حق الاستجواب اي وزير. طبعا احنا مثل ما تعرفون في 2013-2014 تقدمنا باستجواب لوزير المالية ونجح هذا الاستجواب، ووصل انه يستجوب وزير المالية علنا وفي المجلس، ما كان قبل في اول شيء في القاعة وصار لجنة وتالي يبونه المجلس، بس اختاروا انه يكون هناك لفة لهيئة الافتاء والتشريع، انقلوا هذا الموضوع طلعوا له مخرج وسقط هذا الاستجواب. قدمنا استجوابين ثانيين، الاستجواب يوم رفع الدعم في 2016، استجواب لوزير المالية كذلك، واستجواب لوزير الطاقة في ذاك الفترة اللي كان موجود عبد المحسن ميرزا، وكذلك كانوا في البداية موقعين 35 واحد، يوم قدمنا المحاور الثمانية ما حصلنا إلا 4 وسقطوا لنا الاستجواب. طبعا في 2013-2014 كانت المخالفات اللي على وزارة المالية مخالفات لا يمكن أن الوزير يطلع منها، منها على ما أذكر قانون توحيد المزايا في القطاع العام والقطاع الخاص في اللي صدر في 2008 لحد الآن، ليومك هذه المخالفات تتكرر في ديوان الرقابة المالية والإدارية ولا وجدوا لها أي حل، ولحد الآن تتباطأ التأمينات الاجتماعية على تطبيق هذا القانون. كذلك تحصيل المبالغ لدى الوزارات من وزارة المالية هاي بعد كذلك بالملايين موجودة، منها تقريبا 86 مليون كانت موجودة في البلديات. البلديات طبعا تصرف إيراداتها نفس مصروفاتها، ما تدخل في الحساب العمومي للدولة. كذلك نتكلم عن الوضع الائتماني لمملكة البحرين، مثل ما تعرفون أنت وصل إلى بي من كان إيه مثل ما عرضنا لكم، وهذا شكل كذلك خطر على حتى في الفترة القديمة خلال السنتين القادمة إذا الدولة ما وجدت حلول راح يأثر حتى على وضع العملة للدينار البحريني في سعر الصرف، راح يكون هناك لا يعني عقب فترة راح نحس أن هناك بيكون الدولة راح تأخذ إجراءات تعويم الدينار البحريني، وراح يكون هناك
خلال سنتين أو ثلاث إذا مشى الوضع الحالي لما هو عليه وصل الدين العام إلى أزمة 90% من الناتج المحلي الإجمالي. طبعا صندوق النقد الدولي تالي راح يتدخل في السياسات النقدية والمالية لمملكة البحرين وراح يضع هو السياسة للمملكة اللي تمشي عليها مثل ما حدث في مصر وحدث في دول عربية كثيرة ودول أخرى ما أدى إلى شيء انعكاسي بالنسبة حق هذه الدول. على ما أظن سيد غطينا بعد في بس الوضع الدستوري بالنسبة لقرارات المجلس التأمينات الاجتماعية وغياب الممثلين طبعا طلعت قرارات في الفترة الأخيرة منها قلت لك اللي يتكرر في ديوان الرقابة المالية والإدارية وتتخذها هي التأمينات الاجتماعية تجاوزات كثيرة هناك في التأمينات الاجتماعية منها ذكرناها احنا في لجنة التحقيق وقبل كانت بعد في لجنة تحقيق أخرى صارت الحين ننتظر عقب أسبوعين إن شاء الله هذه القرارات منها بتكون في التقرير وراح يناقش وراح يكون إن شاء الله نحصل على مجموعة أن احنا نقدم استجواب للوزير المعني إن شاء الله في هذه الأمور اللي راح تطرح. أحد من الأخوان على الطاولة يحب يعلق دكتور حسن دكتور جعفر يعني الحين فرضا حتى ولو نترك تساؤلات لماذا ارتفع الدين العام وشنو الأسباب وشنو السياسات اللي أدت إلى الاقتراض وأكثر مما هو العجز وحتى مرينا بسنوات في فائض وأيضا اقترضنا لو تركنا كل هذا جانب واحد برنامج الحكومة اللي وافقوا عليه النواب واللي على أساس حسب التعديل الدستور الجديد إنه تشكيل الحكومة يرتبط بالموافقة على البرنامج موجود بند نصا في البرنامج فتعمل الحكومة على تخفيض نسبة الدين العام خلال برنامج الحكومة على سنة 2014 احنا بوقتها تكلمنا قلنا ان برنامج الحكومة جدا مبهم وعمومي ما في مؤشرات يعني حتى لو ناخد برنامج عمل الحكومة في الكويت كل ستيتمنت أو فقرة يورد في ملحق أن 2015 بخفض النسبة لكذا 2016 بخفض ويتم محاسبة الحكومة بناء على هذه المؤشرات طبعا هذه كلها تم توفيت البرنامج بدون أي مساءلة الحكومة على ضرورة وجود هذه المؤشرات في البرنامج اليوم تقرير ديوان الرقابة المالية نتفاجأ أنه يقول لأن الحكومة لا يوجد عندها خطة لتخفيض الدين العام يعني هذا تقرير ديوان زين هذا احنا وين رايحين زين النواب شنو دورهم في هذه الحالة يعني النواب شنو دورهم لما يجون يوافقون على رفع السقف هذا قايل ايه نحن من اكثر من سنة لا حد يوافق على رفع السقف ما لم تكون في خطة واضحة متفق مع الحكومة على تخفيض الدين مرة ثانية كل مرة يتم الموافقة على رفع السقف بدون وجود هذه الخطة لتخفيض الدين يعني كأننا صرنا أمام الأمر الواقع اليوم أمس أخ جمال فخرو طالب ولكن بالفعل الشورى قالوا شنو هذا الأمر الواقع إذا ما سلفنا مثل ما قال السيد أحمد ما بندفع رواتب إنزين لمتى بننقاد تحت سياسة الأمر الواقع يعني المفروض يكون في الحكومة تقدم بديل أو بدائل وأنا لازلت مؤمن أن هناك في جوانب في الميزانية هي الأكبر ما تمسها وكررناها أكثر من مرة اليوم يعني أكثر من 1,400,000,000 فاتورة الرواتب نصها حق الأجهزة الأمنية والعسكرية يعني استنزاف كبير للمحد يعني يتجرى يتكلم عن هذه البنود وفي بنود ثانية أيضا ما حد يتجرى يتكلم عنها فأنا أعتقد أنه يعني ما في جدية وإحنا يعني أمام التاريخ النواب يتحملون مسؤولية كبيرة لأن أنتونا في مركز اتخاذ قرار تشريعي يجبر الحكومة على معالجة الأوضاع الاقتصادية ولا مستقبل الأجيال حقيقة أنتم تتحملوا مسؤوليتها شكرا
شكرا للجمعية والحضور. أنا بس بستدرك على كلام اللي قاله الأخ جعفر بخصوص الدين العام. فعلا في مشكلة، يعني إن بالإضافة للمشكلة الموجودة في السياسات الحكومية، في مشكلة حتى عند الناس، إن يعني الناس اليوم إذا قلت له مثلا النواب رفعوا مشروع مثل ما قال الأستاذ أحمد بأنه يكون الدين العام ما يتجاوز 60%، جو الشورى ولعبوا باللعبة اللي تستهوي مشاعر الناس وقال لهم اليوم الدين العام إذا احنا وحطينا له سقف معناته ما نقدر ندفع الرواتب. فالناس مو سائلة، يعني انت لو تسأل المواطن العادي تقول له أيهما أهم لك، إن الدين العام يوضع على سقف أو أن الرواتب تستمر وأنت تستمر مثل ما قال أستاذ جعفر الناس يعني تعيش حتى من هذا الفساد. طبعا هي ما صار الفساد متغلغل حتى في بنية المجتمع، فالمشكلة طبعا أكبر، هي طبعا في السياسة الحكومية، ولكن أيضا هي الجزء الآخر أنه متغلغل في المجتمع وفي الناس تعيش عليه من أدنى الطبقات إلى أعلاها، وكل واحد يقول لك أنا يهمني نفسي، يعني يهمني أني أعيش وما يهمني. يعني طبعا هي مهمة كبيرة أيضا على جميع معالجتها. شكرا. طبعا أنا بس أبدأ يعني ما كان الحديث عن الدين العام أبدا، كان الحديث عن تقرير ديوان القوى المالية. بس طالما الموضوع انطرح عن تقرير ديوان عن الدين العام، دعوني أذكر التالي. أسباب ارتفاع الدين العام باختصار هو ليس انخفاض أسعار النفط. من الخطأ أن نقول أن ارتفاع الدين العام هو بسبب، هو هاي أحد النتائج المتوقعة. طالما إحنا نعتمد على الإيرادات النفطية لعقود من الزمن منذ السبعينات إلى الآن، ونتكلم ونتحدث لسنين لعقود من الزمن عن تنويع مصادر الدخل وعن تنويع مصادر الدخل والسياسات، وفشلنا فعلا في تنويع مصادر الدخل، فالنتيجة الحتمية هو عندما تنخفض أسعار النفط بيرتفع العجوزات، بترتفع وبتضطر الدولة أن تقترض حتى تمول هذه العجوزات، ومن ثم بيصير في تدهور في الاقتصاد. النتيجة كان متوقعة منذ 4 عقود من الزمن. فلا نتفاجأ بكرة لو ارتفع أسعار النفط، لو ارتفعت مرة ثانية، لو ارتفعت أسعار النفط بتنحل المشكلة وخلاص. فالمشكلة هو في السياسات الاقتصادية التي اتبعت، التي تم تنفيذها خلال هال4 عقود، كانت لا تتلائم مع الوضع الاقتصادي ومع السياسة، ولا أدت إلى فصل الارتباط بين الاقتصاد والقطاع النفطي. كنا نقول لعقود من الزمن قلنا يجب أن يكون هناك مصادر أخرى لتفادى تدهور ولتفادى هذا الوضع اللي نحن فيه الآن. يجب أن ندفع الثمن لفشل السياسات الاقتصادية. وشكرا. آخر متحدثين رضي، ومن تأخرنا عليكم. معلش تسوي لا، بس أحب تعقيب سريع، عناوين سريعة. يعني الدكتورة قالت إن الناس تعيش مع الفساد، وهذا جزئي صحيح، لكن السؤال متخذ القرار كيف ممكن أن يترك الأمور. يعني لما ضربنا مثل سنغافورة، رئيس وزراء سنغافورة طلع قرار، كانت الناس لا تحترم القانون في ذيك البلد، ما فيها، وفقر مدقع موجود، البلد مقعرة. كيف اتخذ قرار بأنه في النهاية تطلع من تحت الأرض إلى أن تكون ثالث أكبر دخل فردي في العالم، تكون رقم 6 على مستوى أو 9 على مستوى الشفافية الدولية، مدركات الفساد، تكون هي واحدة من أهم الدول يمكن 12 اللي تشتغل في الهايتك، واللي إحنا لما نصدر لهم طن أو 1 مترك طن ألمنيوم هم يصدرون ب 2500 دولار، هم يرجعون لنا يمكن بمليون دولار. أقصد أنا القيمة المضافة للسلعة. اتخذ قرارات وقرارات صار القانون على الجميع، ما في، بغض النظر عن منصبه، وطبق هذه. هاي بالنسبة لقصة كيف نتخلص من الفساد اللي صار الآن هو مستشري في
كل مفاصل البلد الدولة والمجتمع. سنغافورة مثل ما قلت لنا مارس رئيس الوزراء دور المستبد العادل، مستبد العادل ما لا في ديمقراطية ولا في شيء، ركن الديمقراطية على جنب، ركن مؤسسات المجتمع المدني، نحر المعارضة، ولكن كان الرجل عنده مشروع أنه أولا التعليم، إخراج البلد من هذا الفقر المدقع بعد طردها من الاتحاد الماليزي في سنة 65، وبالتالي مشى في مشروعه ووصل بهذا المشروع مع نقص في مسألة الديمقراطية. أعتقد الدكتور محمد الكويتي تحدث أيضا عن المسألة، طيب وشو المخرج من هذا؟ مخرج بالتأكيد ليس ديوان رقابة المالية بشيل الزير من البير، مثل ما تفضل الدكتور حسن في البداية، أعتقد أن المخرج هو في إصلاح شامل، إصلاح القوانين، أن يكون في قضاء نزيه مستقل، أن يكون في هناك قانون يطبق على الجميع بغض النظر عن مناصبهم، كل اللي سوته سنغافورة يجب أن يطبق عندنا بالإضافة إلى اللي سووا دول أخرى، ونضيف لها المسألة الديمقراطية. هكذا أعتقد أنه يكون. لكن في أيضا أخيرا كلمة أخيرة فيما يتعلق بموضوع الحساب الختامي للدولة ومناقشة النواب، أخسار لنا الآن نعلى من 10 سنوات نقول أنه لا يجوز دمج حساب المصفات ما حساب حقل البحرين، وإحنا لما حسبناها في ندوات طلعنا أنه حقل البحرين لا يدخل الميزانية. باختصار شديد، شكرا. شكرا للأخوة والأخوات على يعني جلستكم معنا لهذا الوقت.